اهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقه جديده معكم مع الناس. دائما يتجدد اللقاء بحضراتكم على كل خير، موضوعات جديده بنطرحها معكم للنقاش في هذه اللقاءات اليوميه المستمره. حلقه الاثنين حلقه مميزه دائما، كنا بنخصصها لمناقشه بعض الامور التي تثير جدل في المجتمع. الليله معنا رحله جديده من البحث عن اجوبه شافيه لبعض الاسئله او لاسئله بشان بعض القضايا الخلافيه، خاصه تلك التي يكون الدين طرفا فيها. لقاءنا الأسبوعي كل يوم اثنين ينعقد تحت شعار وجادلهم. في حلقة الليلة إن شاء الله نتناول موضوعا أثار الكثير من الجدل، ورغم حدوثه في أوروبا فقد ألقى بظلاله على مختلف أنحاء العالم، خاصة في عالمنا الإسلامي. الليلة نتحدث عن الحجاب، ولكن من زاوية أخرى، هو الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية منذ أيام قليلة، والذي أجاز فيه هذا الحكم لأرباب العمل حظر ارتداء الحجاب وجميع الرموز الدينية داخل العمل. نحاول إن شاء الله في حلقة الليلة التعرف على ملابسات هذا الحكم وتأثيره على المسلمين الذين يعيشون في أوروبا، وتداعياته على مناخ الحرية والتعددية الثقافية في الدول الأوروبية، فضلا عن تأثيره على علاقات هذه الدول بالعالم الإسلامي. بعد جولة الأخبار إن شاء الله نفتح معكم هذا الملف، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نوفق إن شاء الله في طرح بعض الأمور الجديدة المرتبطة بموضوع الحجاب، وأيضا تداعيات هذا القرار الأخير في المجتمع الأوروبي وتأثيره على العالم الإسلامي. قبل الوصول لهذه الفقرة الحوارية، معنا جولتنا الإخبارية المعتادة، ورحب بضيفي الكريم الذي نسعد به كل يوم اثنين، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق، نسعد به في قراءة تحليلية لأهم بعض الأخبار. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. نبدأ من المصري اليوم. فلسطين عن قمة السيسي وأبو مازن، قوتنا بمصر. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين إن انعقاد القمة الفلسطينية المصرية في القاهرة يشكل ردا ثنائيا مشتركا وصريحا على كل من حاول التشكيك في عمق ومتانة وديمومة العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين، أو التشويش على التناغم القائم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن. طبعا الخبر فيه رد على أسئلة كثيرة أستاذ محمد، ولكن يعني برضو لعله في تكرار طرح الموضوع يكون شيء من الإفادة. أسئلة كثيرة فعلا وعلامات استفهام كانت مثارة في الفترة الأخيرة حول طبيعة العلاقات المصرية الفلسطينية. هل علامات الاستفهام دي كان لها أساس، ولا برضو شكل من أشكال المبالغة وجاءت القمة لكي تقطع الطريق على أي مزايدات؟ والله أنا رأيي هنا في أكثر من جزئية. في جزئية لها علاقة بأنه إن في بعض الدول بتحاول الفترة اللي فاتت بين قوسين كده تلعب دور مصر. نعم. بتحاول تقدم نفسها على إنها تصلح إن هي تلعب دور مصر في القضية الفلسطينية، والحقيقة حتى في القضايا الأخرى. نعم. يعني في جزء عندنا كبير جدا في الفترة اللي فاتت محاولة لعمل مشاكل لمصر في علاقاتها مع الدول الأخرى. تمام. شفنا امبارح وأول امبارح مشاكل مع السودان في الإعلام بين قوسين. وده يعني مجرد فكرة انه ايه إثارة مشكلة انه لا احنا احسن لا احنا افضل، يعني اللي هي الصراعات اللي هي كانت تحصل في فصول ابتدائي زمان، انه مين اطول مين اضخم وهكذا. طبعا ده لا يعني لا يمكن يكون موجود في العلاقات مصر السودان، لانها قوية جدا، واحنا بنتكلم في حضارة واحدة يعني اسمها حضارة وادي النيل. الجزء الثاني هنا نفس المسألة هنا في فلسطين. الحقيقة فلسطين طول الوقت دي القضية الاولى للمصريين. انا هنا كمان مش بقول القضية الاولى للسلطة في مصر، لا، القضية الأولى للشعب المصري. وفكرة إن احنا دفعنا في القضية دي دم، ودفعنا دعم وثقافة على مدار سنوات طويلة جدا. يعني مصر لو حتى لم يذكر الدور اللي له علاقة بإنه الدور الرئيسي اللي هو إن في دفع دم في حروب، مش مجرد بقى إيه إن احنا بنساعدهم أو بنقدم لهم معونات أو ما إلى ذلك، اللي هو الدور اللي بتحاول بعض الدول تلعبه دلوقتي على اعتبار ان هي تحل بديل لمصر. يعني حتى لو مصر تعرضت لأي مشاكل او اي بعض الضغوطات هنا او هناك، لكن تبقى ايضا قضيه فلسطين مشكله حياتيه يوميه. اصل في فرق بين ان احنا بنتكلم قضيه رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لكن فكره ان هي طول الوقت موجوده قضيه رئيسيه. واحنا بنتكلم ده، احنا بنتكلمه يعني زي ما يقولوا كده ايه، في فرق بين ان احنا بعد ثوره 25 يناير انشغلنا شويه في القضايا الداخليه وعندنا مشاكل داخليه خدتنا من القضيه الفلسطينيه، لكن ده مش معناه ان في قضيه لدوله عربيه اخرى حلت محل القضيه الفلسطينيه. ظلت القضيه الفلسطينيه قضيه رقم واحد للشعب المصري. تاني، وانا باصر ليه للشعب المصري مش مجرد للسلطه في مصر. وبالتالي ففكره انه الرئيس بيقطع فكره
محاولات انه ان يتسرب كلام بانه لا في مشاكل بين مصر وفلسطين وما الى ذلك، خاصه قبل السفر لامريكا، وبالتالي طبعا ده هيبقى على مائده المفاوضات في الولايات المتحده، اللي واضح ان هي بترحب بزياره الرئيس السيسي من دلوقتي، خاصه بين قوسين كده انه احنا شفنا الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو بيستضيف بعض الناس بشكل بين قوسين غير لائق. وبالتالي ففي ناس على الاجنده، مش هو يعني مش هو الداعم لفكره انهم موجودين، وفي ناس هو الداعي لانهم يكونوا موجودين، وده الحقيقه واضح في لقاءاته. يعني في لقاءات كان فيها حاميه وليها علاقه جيده، وفي لقاءات كانت جافه جدا، حتى هو يعني اصر يبين قدام الكاميرا انه مثلا عنده مشاكل مع مستشار الالمانيه، يعني اصر ده يوريه قدام وسائل الاعلام، والحقيقه ده كان جزء جديد جدا في الحياه مش السياسه الامريكيه بالظبط. بالظبط يعني حاجه كده ما شفناهاش من سنوات طويله جدا، وشاشه امريكيه خالص. هو واضح من يعني توجه ترامب من اللحظات الاولى، حتى من بعد ما تم اعلان فوزه كان اتصاله بالرئيس السيسي اول الرؤساء اللي اتصل بيهم في المنطقه يعني. لكن مره تانية واللقاء اللي قبل الانتخابات اظن هو ده اللي مهد كل اللي جه بعد كده. وهو الراجل ما اخفاش اعجابه بالرئيس السيسي او التجربه اللي بيقودها الرئيس السيسي حاليا في مصر يعني. لكن يبقى سؤال مره تانية او عوده لنقطه انطلاقنا في حديثنا، مساله العلاقات او مش علاقات المصريه الفلسطينيه، نتكلم على القضيه الفلسطينيه يعني. الى اي مدى من الممكن مثل هذا اللقاء او لقاء القمه هذا يدعم مره اخرى يعني اعاده إيجاد زخم أو إيجاد قوة دفع عربية للقضايا الفلسطينية في ظل وجود قضايا كالإرهاب، ملف سوريا، اليمن، ليبيا؟ يعني هناك ملفات عربية متناثرة لعلها تضغط بشكل أو بآخر على القضايا الفلسطينية. إلى أي مدى من الممكن أنه هذه اللقاءات للقمة، خاصة أن احنا بننتظر أيضا القمة العربية، من ممكن أن تشكل قوة دفع جديدة للقضية الفلسطينية؟ أنا الحقيقة رأيي إن هي تشكل قوة دفع جديدة، لكن إحنا عايزين نقول إنه الأجندة بتاعت مصر مترتبة من الأول إنه فلسطين فيها رقم واحد، يعني عشان بس إيه؟ يعني فكرة إن اللقاء ده يعني جه في الوقت ده عشان يقطع يعني على كل من تساوي له نفسه فكرة الحديث عن إن في أزمات بين مصر وفلسطين، ده ممكن يكون ده السبب الرئيسي في اللقاء. لكن في نفس الوقت اللقاء كان قبل اللقاء وبعد اللقاء هو في الأجندة الرئاسية والزيارة الأمريكية رقم واحد فيها فلسطين. تمام. هنلاقي انه طبعا في ملفات سوريا وفي ملفات اليمن وفي ملفات اخرى، لكن انا رأيي شخصي ان هيبان بوضوح جدا انه القضية الفلسطينية هتبقى رقم واحد، وهنشوف منشات الصحف ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي هيبقى فيها جزء كبير جدا عن القضية الفلسطينية. خلينا اكثر جرأة في طرح الموضوع، بعض الاسئلة التي اثيرت وبعض التكهنات التي اثيرت بمستقبل ابو مازن السياسي. مصيره يعني فكرة انه يعني يحل قيادة جديدة للسلطة الفلسطينية او مشابه، هذه الاحاديث ايضا اثيرت في الفترة السابقة، هل تبقى علامات الاستفهام هذه او الاسئلة هذه مثارة الان، ام انها ايضا كانت مجرد تكهنات لا اساس لها من الصحة؟ انا رأيي انه ده جزء له علاقة بالشأن الفلسطيني الداخلي. ان احنا جوه فلسطين في جبهتين واضحين جدا، حتى الجبهتين دول بقوا احيانا ثلاثة ويبدو اربعة. تمام. لكن في جبهتين واضحين جدا، في فتح وفي حماس، وما بينهما في ناس من حماس غير راضين اداء حماس ودول بيشكلوا مجموعه، وناس من فتح وغير راضين اداء فتح وبالتالي بيشكلوا مجموعه، وبالتالي فاحنا امام بدل طول الوقت كان قدامنا مجموعتين واضحين واحيانا يعني متطحنين واحيانا بينهم مشاكل كبيره جدا، لكن دلوقتي بقى عندنا ثلاث واربع مجموعات بتظهر. فكره وجود الرئيس ابو مازن او غيره بالمناسبه، الفكره كلها ليها علاقه بالشان الفلسطيني الداخلي، لكن فيما يخص مصر تمام، هي ايا كان القياده الفلسطينيه اللي اتغيرت على مدار السنين اللي فاتت، القياده الفلسطينيه من ثوابتها بالزبط. ومش هتتغير يعني. تمام. الخبر التالي من البوابه نيوز، وزير التموين: لا زياده في حصص الفرد من الزيت والسكر حاليا. نفى دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه ما تردد عن زياده حصه الفرد من الزيت والسكر في البطاقات التموينيه الشهر القادم، مؤكدا أن الحصة ثابتة وليست مرشحة للزيادة حاليا. وأكد المصلحي أنه لا زيادة في الدعم بالموازنة العامة الجديدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيطالب بالزيادة وفقا لظروف الدولة. الحديث عن زيادة المحصصات التموينية للأفراد خاصة من سلع مهمة زي الزيت والسكر وما شابهها، هل من المجدي أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة أيضا في ظل ما نعانيه من بعض المشاكل الاقتصادية
ولا يبقى الحال كما هو عليه من وجهة نظر حضرتك؟ هو أولا يعني للأسف هو هيبقى الحال على ما هو عليه، لكن أنا لو رأيي الشخصي لا، أتمنى طبعا تزيد فكرة الدعم، ويزيد فكرة الدعم تحديدا على السلع الأساسية، خاصة الناس في الفترة اللي فاتت بتعاني معاناة رهيبة جدا مع زيادة سعر الدولار، اللي هو فجأة اكتشفنا إن إحنا كل الحاجات بالدولار، وفجأة اكتشفنا إنه البقال اللي قدامك بيكلمك عن سعر الدولار، رايح للحلاق يكلمك عن سعر الدولار فهو بيزود السعر، وهكذا كل البياعين وكل الناس في كل مكان بقوا يتكلموا عن فكرة الدولار، وكأنه إن إحنا عملتنا الرئيسية الدولار مش الجنيه. تمام. وبالتالي فالانعكاس ده واضح، لكن الحقيقه انا هربط ده بحاجتين حصلوا النهارده غراب جدا وعكس بعض تمام، بس يعني يدوا صوره لطيفه عن اللي بيحصل. مجله فوربس الامريكيه اعلنت عن قائمه اثرياء العالم. فيها خمسه مصريين، كويس، والخمسه دول خمسه من خمسه من مصر، من 10، من اصل اكثر 10 شخصيات على المستوى العالم، من 100، من 100 شخصيه. الخمس اثرياء اللي من مصر طبعا نجيب ساويرس، سميح ساويرس، محمد منصور، محمد الفايد، وهكذا يعني خمس شخصيات. اللطيف في المساله انه في نفس اليوم اللي بتعلن فيه فوربس عن انه مصر عندها حصه في اثرياء العالم، بتعلن وزاره الزراعه فيه ان احنا نصيب الفرد في اللحمه 18 جرام. وبالتالي فاحنا عندنا الحقيقه ازمه كبيره جدا في توزيع الثروه في مصر. بغض النظر احنا هنا مش بنتكلم عن دول الاثرياء دول هيفتقروا ويبقى عندهم مشاكل، او ان دول هيغتنوا فيبقوا زيهم، يعني اكيد مش ده المطروح، لكن ده يمكن يحلني لفكره كتاب قريته من فتره كبيره اسمه لماذا يزداد الاثرياء ثراء والفقراء فقرا. انا رايي ان احنا طول الوقت دي ازمتنا الحقيقيه، ان احنا الاثرياء عندنا والفقراء عندنا. فكره التوازن اللي هو هيتم من خلال الضرايب بالمناسبه، مش هيتم من خلال حاجه، يعني فكره انه رجال اعمال دول سواء ليهم دور تنموي، ليهم دور حقيقي في المجتمع المدني، لكن في جزء ليه علاقه بانه الحقيقه احنا بنشوف انه في دول زي اسبانيا مثلا في موضوع ميسي، انه لا بنلاقي انه اللعيبه دي بيبقى ليه 50% ضرايب غير الناس العاديه، وبالتالي فالشرائح اللي بتدفع ضريبه بتقل على الناس ذوي الدخول البسيطه، وبتزيد جدا على الاثرياء اللي هم ما يبقاش فيه الفجوه الكبيره جدا. طيب. ان في نفس اليوم بنعلن فيه 18 جرام للفرد، هو نفس اليوم اللي بنعلن فيه فوربس انه طيب. بما ان حضرتك ذكرت اللحمه، ففي حاجه برضو مرتبطه بالملف ده، انه وزاره الزراعه بتقرر ايقاف استيراد اللحوم البرازيليه بشكل مؤقت. صحيح. للتاكد من مطابقه المواصفات. دكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه في وزاره الزراعه أشار إلى أنه تقرر إيقاف الموافقات الاستيرادية لشحنات اللحوم القادمة من البرازيل مؤقتا لحين ورود الرد الرسمي من السفارة البرازيلية بالقاهرة على استفسار وزارة الزراعة حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية في المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. عن الإيقاف المؤقت للشحنات أكد محروس في تصريحات خاصة لليوم السابع أن إيقاف الشحنات سيكون لتلك التي لم يتم شحنها من المنشأ وليست التي في الموانئ أو في عرض البحر، لأن الحكم يتم طبقا للموقف الوبائي للدولة المصدرة لمصر وجودة اللحوم من خلال لجان الفحص، وسيتم إيفاد لجان متخصصة للخارج بتلك الدول للتأكد من عمليات الذبح. هنا المشكلة أستاذ محمد في هل تم الذبح على الطريقة الإسلامية أم لا، بس فقط لا غير؟ هو الحقيقة لا، هو احنا عندنا مشكلتين، مشكلة بيطرحها الخبر ومشكلة بتطرحها وسائل الإعلام في البرازيل. اللي بيطرحها الخبر انه ان المشكله في الذبح على الطريقه الاسلاميه او تمام. لكن الحقيقه في البرازيل وسائل الاعلام في البرازيل بتتكلم عن انه في فساد في الجزء، يعني الصفقه في جزء من اللحمه دي فاسد وفي مشاكل في اللحمه، لحوم فاسده. لحوم فاسده، وبالتالي ففكره انه هم بيعلنوا هناك عن حاجه واحنا لسه مش عارفين بالظبط مدى صحه المطروح هنا او هنا، لسه يعني ما فيش جواب نهائي زي ما بيقولوا. طب طبقا المعلومات اللي عند حضرتك، اللحوم الفاسده دي في الشحنات اللي هي جايه لمصر ولا شحنات سبق ووصلت مصر وتم اكلها وهضمها يعني خلاص؟ لا، الكلام على اللي جاي مش على عشان كده يعني القرار النهارده كان بيضربوا عصفورين بحجر ملي، يعني جزء ليه علاقه بانه احنا اتاكدنا ان هم ما بيذبحوش على الطريقه الاسلاميه، لكن يعني في يعني زي ما بيقولوا كده الصوره وخلفيه الصوره. في الصوره في عدم ذبح على الطريقه الاسلاميه، وفي خلفيه الصوره
في مشهد بيقول لنا انه في مشكله في طب. البرازيل في اللحوم البرازيليه. عند حضرتك خبر من وزاره الزراعه عقبت على المساله دي، مساله انه لا لسه ما اللحوم فاسده ولا لا؟ لسه ما كانش في بشكل واضح. يعني هي عقبت بالجزء الثاني، يعني هي عقبت بالظبط على السلع الاسلامية ولا لا، عشان تبرر امام الناس هي ليه هتمنع الاستيراد بشكل واضح. تمام. طب هو واحد من الملفات اعتقد انه هيكون برضو حاضر على الاقل في الايام القادمه طبقا للتطورات اللي هتحصل فيه. من اليوم السابع مساكن مصر في التلاجة، 10 ملايين وحده سكنيه مغلقه من اصل 45 مليون و580 الف تحتاج للترميم، و33 الفا صادر لها قرار هدم. وابو بكر الجندي كلفت مندوبي المركزي للاحصاء بالمرور على الوحدات الاكثر من مره لبيان موقفها. في تفاصيل هذا الخبر كشفت النتائج الأولية لعملية التعداد التي يقوم بها حاليا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود حوالي 45 مليون وحدة في مصر، مليون وحدة سكنية موزعة ما بين السكن والعمل، وتتضمن أيضا الوحدات القديمة التي تحتاج للترميم وصدر لها قرار هدم، وكذلك المنشآت الخالية أو المغلقة. هذا الرقم أستاذ محمد 10 مليون وحدة سكنية مغلقة، هل تعتقد ان هذه الوحدات كفيله او كافيه انها تحل ازمه الاسكان في مصر ومشكله الاسكان في مصر؟ لا، هي ممكن تحل ازمه الاسكان في مصر والسودان يعني لا 10 مليون دخلت الاول انت تقول لا يعني بشكل مطلق يعني. لا طبعا دي تحل ازمه الاسكان في مصر وفي السودان وفي ليبيا، يعني ده رقم خرافي بالمناسبه، خاصه لما حضرتك تستكمل معلومه انه كل الموجود في مصر 45 مليون، ففي 10 مليون مقفولين، يعني فكره ان عدد الوحدات في مصر كلها 45 مليون، فلما بنتكلم على 10 مليون منهم فاحنا بنتكلم على رقم كبير جدا، قرابه ربع يعني 25% من الرقم من الاجمالي مقفول، وبالتالي فاحنا بنتكلم في حل الأزمة الاسكان اللي هو يعني احفادنا يكونوا يعني هنا الدوله مبسوطين من الحل اللي حصل في الوقت. هنا الدوله لازم تفكر في حل ذكي، يعني مش عايز اقول تجبر اصحاب هذه العقارات انها يعني تطرحها للايجار للتمليك لاي شكل من اشكال الحركه بدل ما هي مقفوله كده، ولا لازم يكون في شكل من اشكال الجبر القسري للناس انه انا رايي الشخصي لازم تدخل، طبعا اتمنى التدخل يكون ذكي يعني عشان ما يبقاش فيه مشاكل، لكن لازم في تدخل، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في نوعيه التدخل مش في تدخل او من عدمه، احنا بنتكلم في انه اولا احنا بنتكلم هنا البيان في مركز تعبئه والاحصاء، الحقيقه بحيي مركز تعبئه والاحصاء لانه طول الوقت عنده ارقام مختلفه بتدينا صوره للي بيحصل. دي ارقام لسه مبدئيه لانه الاحصاء او العمليه لسه بادئه بقى لها حوالي شهر تقريبا يعني. تمام انا لسه يعني قصدي ممكن الرقم ده يزيد قدام. صحيح بس انا بتكلم انه لما نلاقي 10 مليون وفق تعبير حضرتك انه دي البدايه لا ده رقم خرافي. وبالتالي ففكره ان الدوله تدخل لا ده فرض عين مش فرض كفايه. هو انت تخيل انه لما تكون الدوله في مرحله حاليا بتستهدف مثلا انها تبني مليون وحده سكنيه وبتحاول جاهده انها تبني مليون، فانت عندك 10 مليون مبنيين اساسا يعني والربط ده عظيم جدا. هي فكره انه يا المشروع القومي في مصر نبني مليون، احنا عندنا 10 مليون مش محتاجين مشاريع، احنا محتاجين نعرف نوصل لاتفاق ما لسياسه ما لفكره ما تحتوي. هو ده السؤال 10 مليون لا ده لازم الحكومه او الدوله او وده بمناسبه ده رقم واحد حل ما يغري ودي مسؤوليه وزير الاسكان رقم واحد يعني احنا برضو لازم يعني انا عارف ان احنا احيانا كتير بننسى موضوع الوزراء في مصر يعني بننسى ان مين الوزير مسؤول، بنشوف طول الوقت ان الحكومه او الرئيس او ما الى ذلك، لكن الحقيقه ده ملف ان وزير الاسكان عليه انه يدرس بسرعه جدا ويشوف ايه امكانيه الوصول لحلول في ال 10 مليون وحده، وانه بمنتهى البساطه هيعمل جلسه لطيفه جدا مع رئيس الجهاز المركزي تعبئه والاحصاء عشان يعرف نوعيه الوحدات واماكنها ومساحتها واسعارها، يعني قصدي انه في النهايه مش عايز كلام مرسل، يعني فكره ان يبقى في ورقه عمل واضحه جدا بين الاثنين ياخد البيانات دي وتوضع يبقى بالمناسبه احنا مصر كلها محتاجه المساله دي، محتاجه نبقى على الكمبيوتر عندنا نبقى عارفين ان كام وحده واماكنهم وتفاصيلهم وبالتالي عشان اللي هياخد قرار بالمناسبه يعرف يحل، يعني حتى لو حضرتك في النهايه اللي ياخد القرار ده رئيس الحكومه او رئيس الجمهوريه في النهايه مش هينفع ياخد القرار الا لما يكون الورق مستوفي الشروط، مش مجرد فكره، مش مجرد ان احنا نقول في 10 مليون فخلاص يلا نحل، لا طب نشوف مواصفات يعني حضرتك مش متخصص ولكن برضو من باب العصف الذهني عند حضرتك افكار مثلا معينه ممكن تكون يعني كافكار وممكن البناء عليها في فكره ان احنا يعني ازاي نغري اصحاب هذه العقارات او انا مش عايز اقول نجبرهم للمره الثانيه،
لكن مثلا انا حضرتك بتكلم بفكر مثلا هل ممكن ما بين الترهيب والترغيب انه ان انت هتسيبها مقفوله فتدفع لها ضرائب كذا، فبالتالي الافضل ان انت تدفع لها ضرائب فاجرها حتى ولو بالحد الادنى. صحيح، واخد بال يعني افكار على هذا. لا انا متفق مع حضرتك تماما في الفكره دي. اولا في جزء له علاقه بانه يعني احنا محتاجين حل، يعني طول الوقت بنستخدم الكلمه دي بس ما بنعملوش بره الصندوق، يعني في جزء محتاجين ان احنا يبقى في حل مختلف، لكن الحل ده انا الحقيقه مش عايزه يجي من خلال اطروحات خارج السياق. انا عايزه يجي من واقع بيانات واضحه جدا، لان احنا لما هنعرف الوحدات دي فين واسعارها ايه يعني. ممكن الاسئله دي برضه نتوجه بيها لضيفنا الكريم سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. اهلا بيك سياده اللواء. الو، اهلا بيك يا سياده اللواء. بيك السلام مشاهدينا، ازاي حضرتك عامل ايه؟ بخير الحمد لله. اولا اسمح لنا نحييك على هذا الجهد، يعني ضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد توفيق الكاتب الصحفي اثنى كثيرا عما تبذلونه من جهد في مساله الاحصاء اللي ربما بدا من حوالي شهر تقريبا يا سياده اللواء. لا بقالنا من اول 1 فبراير. من اول فبراير. أيوة. طيب يعني المؤشرات، اهم المؤشرات اللي متوفره بين ايدين حضرتك اللي ممكن تكون مفيده بالنسبه للساده المشاهدين اللي ممكن يعني حضرتك تطلعهم عليها، وبعد كده هنتكلم على موضوع ال 10 مليون وحده سكنيه اللي هي مغلقه او يمكن استغلالها بشكل او باخر. لا لا، عايز اوضح ان احنا في تعداد 3 مراحل. اتفضل. يهمنا اللي الساده المشاهدين يعرفوه ان احنا في التعداد العام للسكان اللي احنا بنعمله مره كل 10 سنوات. ومشروع اكبر مشروع احصائي تعمله اي جهاز احصى في اي دوله، وده بيتعمل مره كل 10 سنين، وبيتخصص له الدول ميزانيات ضخمه وجهود ضخمه ويعمل فيه اعداد ضخمه. فلذلك ده اللي احنا عايزين نعرف الساده المواطنين ان هم لهم دور في هذا التعداد. تمام. احنا ندي بالبيانات في المراحل الثلاثه المختلفه. احنا عندنا التعداد 3 مراحل. ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي جمع بيانات المباني، خصائص المباني ومكوناتها من وحدات سكنيه وغير سكنيه، لان المبنى ممكن تبقى فيه شقه، الشقه دي ممكن تبقى سكن او ممكن تبقى مكتب محامي او عياده دكتور او مخزن لشركه او شركه. فاحنا بنجيب مكونات المبنى من وحدات سكنيه ونحطها في اطار بنسميها اطار او لستة، يعني الساده المواطنين يفهموا انها لستة او قائمة. كشف قائمه او كشف قائمه. تمام كده، الله ينور عليك. قائمه بالاسر. تمام. وقائمه اخرى بالمنشات. فلما بنجيب خصائص المبنى بنقول المبنى ده من صاحب المبنى، من الحائز، من المبنى ده في انهي وحدات، وحدات اللي فيه دي تمليك ولا ايجار، واذا كانت ايجار قديم ولا ايجار جديد، واذا كانت الوحدات ملهاش حائز، يعني ممكن حضرتك تبقى عندك بيت اجرت نص او بعت نص الشقق بس الشقق الثانيه لسه في حوزتك ملهاش حائز. تمام. دي خاليه، بتعتبر شقق خاليه. ممكن تبقى خاليه مكتمله وخاليه غير مكتمله وهكذا. فدي خصائص المبنى نفسه، معمول من سنه كام، متصل بأني مرافق، فدي كلها ده كله بيانات عن المبنى ككل. ده كله في المرحلة الأولى. ده كله في المرحلة الأولى يا فندم؟ أو قائمة السكان وقائمة المنشآت. ده في المرحلة الأولى اللي خلصت النهاردة. يعني من 1 فبراير إلى 20 مارس الجاري. يعني رقم المرحلة الثانية. طب معلش في سؤال. طب اتفضل. هنرصد خصائص السكان بقى. لما نيجي البيت لحضرتك نقول بقى مين افراد الاسره وسنهم كام وبيشتغلوا ايه وحالتهم الاجتماعيه ايه وحالتهم الصحيه ايه والظروف السكنيه للاسره ايه. دي في المرحله الثانيه ان شاء الله تبدا 10 ابريل. تمام. تمتد الى 33 يوم من 10 ابريل. ثم نبدا في 1/6 مرحله المنشات تخلص ان شاء الله يوم 22/6. دي الثلاث مراحل الرئيسيه بتاعت التعديل. طيب يعني رقم ال 10 مليون وحده سكنيه المغلقه ده رقم نهائي، ما نتوقعش زيادته يعني اطلاقا. لا مش نهائي، ده رقم اولي. ليه؟ لان انا وانا في المرحله دي لما رحنا الشقه دي لقيناها مغلقه. تمام. وكان في سبب لاغلاقها، سفر الاسره في الخارج، وجود مسكن اخر للاسره، ممكن اسره يبقى عندها شقتين، شقه ساكنه فيهم وشقه قافلاها. تمام. ممكن لما نروح في مرحله السكان احنا هنروح على الشقق كلها.
تمام. تاني احنا كتبنا الشقة دي وحائزها فلان ومغلقة. تمام. لو لقيناها الأسرة دي الأسرة اشتغلت فيها أو فتحها أو بقت اتغيرت طبيعتها، الطبيعة بتاعت أثناء حصر السكان هي اللي هتبقى الأساسية. يعني أفهم ضمنيا من كلام حضرتك إنه ممكن العشرة مليون دول يقلوا. طبعا. في هامش طبعًا. في هامش إن هم ممكن يقلوا يعني، بس برضه مش متوقع إن هم يقلوا كتير يا سيادة اللواء. لا مش متوقع إن يبقى في تغييرات كبيرة. لكن على فكرة الرقم بتاع العشرة مليون ده كان في تعداد 2006 يعني من 10 سنوات كان 5.5 مليون. كان 5.5 مليون أسرة وحدة مغلقة في تعداد 2006. فإحنا إذا قارنا عدد المباني اللي كانت في 2006 كان 11 مليون مبنى، إحنا عندنا النهاردة 15.5 مليون مبنى. يعني إحنا زودنا 5.5 مليون مبنى، يعني تقريبا 50% من المباني عددها زاد. وفي نفس الوقت المغلق تقريبا تضاعف. 15 مليون مبنى، بس عشان احنا قلنا رقم تاني عشان الصورة بس توضح للناس، المبنى هنا ممكن يكون عمارة او ابراج سكنية، لان احنا قلنا عندنا 45 مليون و580 الف وحدة. وحدة ده اللي جوه المباني. انا بس باكد بس على الرقم يعني. طيب ال 15.5 مليون مبنى، لكن حوالي اكتر من 40 مليون وحدة. طب دور حضرتك بينتهي في ان انت بتعد هذه البيانات وتنقحها وتدققها وتضعها بين يدي صنع القرار، ولا ممكن تقترح بعض الحلول لبعض المشكلات يا سيادة اللواء؟ احنا جهاز الاحصاء في كل بلد هو كاميرا. كاميرا تلتقط صورة للواقع او تكون اقرب ما تكون للواقع. كل جهودنا في ان احنا نظبط فوكس الكاميرا علشان الصورة تطلع اقرب ما يكون الى الدقة للواقع. وهذه الصورة توضع قدام متخذ القرار سواء في الحكومة، والناس بتفتكر ان احنا بندي متخذ القرار في الحكومة. الحقيقة احنا بنستهدف الحكومة هي احد مستخدمي البيانات، لكن القطاع الخاص او مجتمع الاعمال ده اكبر مستخدم لبيانات الجهاز. يعني ممكن منظمات غير حكومية تطلبها يا فندم او تكون متاحة لغير؟ احنا بنخدم مثلث من ثلاث أضلاع، الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني. في مقابل كل في, دول في مقابل يا سيادة اللواء ولا من غير مقابل؟ لا بدون مقابل. بدون مقابل. إذا كانت في حاجة بمقابل للي هو بيصر يجي الجهاز عشان ياخد نشرة مطبوعة يدفع ثمن الورق بتاعها بس. تمام. لكن ممكن تاخدها من على الموقع وموجودة على الموقع دلوقتي. يعني الحاجة اللي الناس بتحب تاخدها هارد كوبي دي اوريدي موجوده على الموقع. انا بكلم لا يوجد لدينا بيان مش موجود على موقع الجهاز. هو انا باكد على حضرتك في المعلومه دي لانه في حوارات ممتده مع ضيوف كثر في بحث في كثير من مشكلات مصر كنا بنصطدم بفكره ان احنا ما عندناش قاعده بيانات يا سياده اللواء لامور كثيره في مصر. فكون ان الجهاز مشكورا يبذل هذا الجهد ووفر هذا الكم من المعلومات، فده مره ثانيه بنشكركم عليه ونتمنى انه يتم استغلاله الاستغلال الامثل. يعني الحقيقة يعني هي في صورة ذهنية كده بتبقى متولدة في مجتمع ما. فالصورة الذهنية ان اللي عندنا في الجهاز ده اسرار، ولازم الاسرار دي تشوف لك حد عشان يطلع لك سر من الاسرار دي. ودي صورة ذهنية موجودة، يعني احنا مفروض منتج السلعة هو اللي مفروض يروج ليها. تمام. وده اذا كان هناك تقصير فالتقصير يجي علينا احنا نمرة واحد، ان احنا ما بنروجش كفاية للسلعة اللي احنا بننتجها. تمام. لكن اللي انا بحب اقوله قدام حضرتك والساده المشاهدين، احنا لا يوجد بيان واحد في الجهاز مش موجود على موقع الجهاز، بل بالعكس احنا بقالنا 3 شهور اطلقنا حاجه اسمها بوابه مصر الجغرافيه، ده جيو بورتال عليه. كل البيانات اللي عندنا دي موجوده جغرافيا وعلى الانترنت يعني. يعني وبعدين تقدر تعمل منها جراف زي ما انت عايز، تقدر تعمل علاقات وتقدر تعمل منها الوان، وتقدر على كافة المستويات الإدارية، الجمهورية، المحافظة، القسم، المركز، الشياخة. تمام. كل ده متاح على جيو بورتال على الانترنت وايضا على موقع كل الجهاز. كل التوفيق الانترنت. كل التوفيق نتمنى لحضرتك، وحي بشكرك على هذه المداخلة، واتمنى انه يعني نشرف بيك في الاستوديو هنا ان شاء الله في مرحلة لاحقة اثناء عملية الاحصاء. احنا بقى اهم شيء عايز حضرتك تساعدنا فيه فضل. ان المواطن يعرف ان التعداد ده
معمول لمصلحه المصلحه الدرجه صحيح الأولى. صحيح مصلحه المواطن اللي بيبغى خدمه افضل. هو ربما البعض يعني بيكون متخوف ان هو يقول بيانات او حاجات زي كده، خايف انها تكون اسراره يعني. انا كويس جدا ان حضرتك قلت الكلام ده. احنا بقوه القانون هنا، القانون عامل علاقتين، علاقه بينك وبين الجهاز وعلاقه بين الجهاز وبينك. العلاقه اللي بيننا وبينك كمدلي بالبيان انك لما نجيلك انت لست مخير انت ادينا البيان او لا، واذا امتنعت عن الادياء بالبيان او عطلت عمل من اعمال التعداد انت كده بترتكب مخالفه، والمخالفه دي تعاقب عليها قانونا يا اما بالغرامه يا اما بالحبس حتى 6 شهور. تمام. احنا عمرنا ما بنلجا لهذه الوسيله، احنا بنلجا للمواطن عشان يعي ان التعداد ده لمصلحته. الحاجه الثانيه اللي من ناحيتنا ان بيانك الفردي ده اللي احنا خدناه من اسرتك او من منشاتك، بيان الفردي ده هو له اعلى درجات السريه. السريه. تمام، كويس ان حضرتك في السماء على الارض. مفيش جهه في الدوله تقدر تشوف بيانك. كويس جدا ان حضرتك اكدت على النقطه دي، لانها ربما يعني بتثير كثير من الناس. انا مره ثانيه بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومعذره لضيق الوقت، واتمنى ان شاء الله نشرف بحضرتك في الاستوديو في لقاء لاحق ان شاء الله نتحدث عن هذه الامور بشكل اكثر تفصيلا. سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. انا معلش سامحني، لا دي مداخله مهمه جدا، بس كان الكلام مهم. انا بعتذر لحضرتك. لا بالعكس بالعكس، انا مبسوط جدا، انا عارف انت صدرك رحب مش هتتضايق. لا بالعكس يعني. بالعكس انا طيب. سعيد بالكلام. اذا كان من ثم تعقيب سريع عشان نروح شويه. لا هو الحقيقه هو الكلام كله جيد جدا يعني. في جزء له علاقه بانه ان احنا بنشوف مؤسسه في مصر عندها سيستم، فبيقول لحضرتك ايه اللي يحصل في ابريل، ايه اللي يحصل بعد كده، المراحل وتفاصيلها. فالحقيقه ده جيد جدا. الموقع الحقيقه بتاعهم يعني هو ممكن ما يكونش عظيم، لكن هو الحقيقه من افضل المواقع الحكوميه في مصر، ويمكن الموقع الحكومي الوحيد اللي عليه معلومات. تمام. حقيقيه وبجد وتقدر تتعامل معاها بشكل. والقوة الدستور في قانون تداول المعلومات، اعتقد ان الدوله مجبره انها توفر ده لاحقا في مرحله لاحقه. صحيح. بس كويس احنا يعني ده تقريبا المكان الوحيد بيوفر معلومات دي يعني، بقيه الوزارات ما بيوفرش معلومات خالص. تمام. طيب نشوف الخبر التالي من صوت الامه. القول الفصل في عيد الام، الافتاء لا مانع منه ولا حرج فيه. أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة أكدت فيها أن الاحتفال بعيد الأم أمر جائز شرعا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة مردودة، إنما هي ما أحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودا ولا إثم على فاعله. جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال لأحد المواطنين بمناسبة الاحتفال بيوم الأم الذي يوافق الثلاثاء 21 من مارس من كل عام. كل سنة وكل أم بكل خير وبكل صحة وعافية وطيبة. ده من الحاجات الموسمية برضو، أنت عارف زي حضرتك أعياد رأس السنة، زي شم النسيم ورأس السنة والأعياد، نهني ولا ما نهنيش ونحتفل ولا ما نحتفلش. صح. بس أنا يعني من ضمن 7 مارس من ضمن الآراء اللي سمعتها وكانت بالغة في المسألة دي لأحد شيوخنا الكرام، إنه الاحتفال جاء على شكل من أشكال العادة مش العبادة، يعني حاجة موسمية أو مناسبة يعني. فمعرفش عند حضرتك تعقيب برضو على مثل هذه الأمور، العقلية المصرية والعقلية العربية. لا أنا الحقيقة أنا هاخد الموضوع في شكل تاني. أنا عايز أقول إنه عيد الأم في مصر بدأ سنة 56 بفكرة من الكاتب الصحفي علي أمين في عمود وفي جورنال أخبار فكرة في الصفحة الأخيرة. فاحنا ده كان تأثير الصحافة ساعتها اللي هو نقلنا لي بعد كل السنين دي ان احنا بنحتفل بعيد الام بنفس الزخم بنفس القوة بنفس تأثير. والفكرة بدأت في العالم سنة 1905 بفكرة لي يعني سيدة عادت يعني عانت من فكرة ان فقدان امها، وبالتالي حبت تخلدها في التاريخ وعملت الفكرة وانتشرت في العالم كله. فالحقيقة الفكرة فيها اهم او معنى من اهم المعاني الموجوده في الدين. نعم. وهو الوفاء. وبالتالي ففكره تحريمها ده يعني فكره غريبه جدا علينا، خاصه انه هي غالبا بتيجي من فئه معينه بتفاصيلهم واحنا عندنا كل سنه الفتوى في نفس التوقيت من دار الافتاء عشان ترد يعني على مثل هذه الفتاوى، لانها برضو يعني بين قوسين كده بتبقى تبدو طريفة أكتر منها ممكن تاخدها بجد يعني. يعني الحقيقة مفيش مصري بيتعامل مع المسألة دي بجد. بنحتفل بيها كل سنة وبنبقى فرحانين بيها، ويعني بنحتفل بمارس أحيانا كله فيما يخص عيد الأم يعني. يعني من أول مارس الناس تفكر في هدايا عيد الأم، تفكر إيه هتعمل إيه السنة دي، هتجيب إيه، هتروح إمتى، هتتفق، هتقابل.
يعني المساله فيها احتفاء واحتفال يليق بالام، ولا ده شيء جميل جدا. والشيء الاعظم والاكبر من ده انه فعلا الامهات بتفرح في اليوم ده، يعني طبعا وهو ده يعني هدف، حتى لو يعني ابتسامه بسيطه رسمت على وجوه امهاتنا فده كفايه يعني. لا ويكفي التفكير في الهديه وتفاصيلها التفكير لا لوحده ده يعني بين قوسين ان شاء الله ليه ثواب بغض النظر عن الهديه نفسها، لكن اللي انا بتكلم عليه فكره يعني فكره انه الام تبقى فرحانه وانه الاسره تتجمع التفاصيل دي. لا طبعا يعني ده شيء مهم جدا، ما ينفعش انه يعني نمشي وراء بعض المشايخ اللي هم خارج الاطار بس برضه ده بيؤشر ان العقل المسلم بشكل عام مأزومه يا استاذ محمد. يعني احنا عندنا مشاكل كتير قوي في موضوع يعني المفروض يعني يمكن انتوا في الفقرات اللي بتعملوها يعني بتثير القضايا دي الحقيقه ده مهم جدا، لان الحقيقه عجباني الفقره دي. تمام. طيب الخبر التالي من الشروق، في اول ايام عمله نقيب الصحفيين في تصريحات له ساعمل على كسب تأييد من عارضني وضد فكرة انسف حمامك القديم. وجه نقيب الصحفيين الجديد الأستاذ عبد المحسن سلامة في أول أيام عمله داخل مقر النقابة الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية على اختلاف انتماءاتهم ومؤسساتهم وأعمارهم، لأنهم كانوا نموذجا مشرفا يرسي قيم التحضر والرقي، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة للنقابة على المصالح الفردية. أنا طبعا ما شرفتش بمقابلة حضرتك أثناء الانتخابات، لكن برضو دي فرصة دلوقتي أنه أسمع رأيك فيها إجمالا، ولو أن احنا خلاص يعني تخطيناها وبرضو لا هو يعني أنا من أعضاء الجمعية العمومية فده لطيف يعني رؤيتك برضو للنقابة في ظل العهد الجديد. أولا أنا عندي يعني طول وقت قضية رئيسية بشوف أن احنا بقالنا سنين كتير في النقابة، لو أنا بتكلم كصحفي ما بنناقشهاش خالص، وهي قضية الصحافة. احنا طول الوقت بنناقش قضيتين، القضيتين الحقيقه ما لهمش دعوه بصحافه خالص. قضيه هي النقابه ينفع تبقى مسياسه ولا لا، ينفع تبقى خدميه ولا لا. ما سمعتش طول الفتره دي ان حد يتكلم عن الصحافه بقى يعني المهنه نفسها يعني. المهنه نفسها احنا طول الوقت بنتكلم نسيسها ولا لا، نخليها تعمل الخدمات ولا لا، لكن ما حدش فكر انه المهنه نفسها يرتقي بالمهنه بالظبط، خاصه المهنه الحقيقه في مأزق شبه فكرة يعني مأزومة فعلا بقى، يعني فكرة ان احنا بنتكلم في مهنة تتعرض لخطر الانقراض. والحقيقة أرقام التوزيع في مصر بتقول ان احنا الصحافة في مصر لو يعني لو في يعني جراف او في مؤشر بياني الحقيقة هيبقى اتمنى في وقت من الوقت نعمله، هتلاقي انه المؤشر عامل كده، انه الصحف في التسعينات او لو رجعت ورا شوية اقول السبعينات هلاقي انه في سنة 70 مجمل توزيع الصحف في مصر على الاقل 10 اضعاف الموجود دلوقتي. ايوه بس احنا عندنا 70. بس عندنا اصدارات كتيره قوي يعني، ما احنا عندنا اصدارات كتير بالظبط. احنا عندنا عدد اصدارات هائل. كان سنه 70 عندنا 10 اصدارات كانوا بيوزعوا 10 اضعاف اللي بيتوزع دلوقتي. طب المشكله في انه العدد زاد ولا الناس ما بتقراش؟ لا احنا عندنا مشاكل كتير يعني طبعا يعني مش هينفع اناقشها بسرعه، لكن في جزء له علاقه بانه قلة الإقبال على الصحف، في علاقة بجودة الصحف نفسها إن إحنا عندنا مشاكل في صناعة الصحافة في مصر. جزء له علاقة بمشاكل ليه علاقة بإن المجتمع دلوقتي مقبل على نوع آخر من الميديا اللي هو سواء الإعلام الإلكتروني أو الإعلام المرئي أو المسموع، وبالتالي لكن في جزء طبعا ليه علاقة بإنه العالم عمل إيه؟ يعني احنا طول الوقت بنقول انه العالم كله بيعاني من ازمه انقراض الصحف او ازمات الصحف. طب قبل ما اجي بره بس مساله المضمون فيما يتعلق بالاصدارات، هل الاصدار صحيفه جديده بيكون فيه مشكله ولا الباب مفتوح؟ يعني مساله تسهيلات متاحه ان انا اطلع اصدار صحفي جديد، بس هي الفكره مش طلع الاصدار، الفكره هتوزعه ازاي؟ يعني هي الفكره انه حضرتك دلوقتي عندك عدد اصدارات كبير نسبيا، طبعا هو الاصدارات كانت على يعني اكبر عدد اصدارات اظن حصل في تاريخ مصر كان في 2010. يعني الفترة ما قبل 25 يناير كان في عدد اصدارات هائل جدا. التوزيع الصحف بيقل واصدارات بتزيد، يعني ده ملوش علاقة خالص بمسألة، يعني الفكرة في انه حضرتك هتعمل جورنان بكرة هتوزع بيه كام نسخة؟ يعني هو ده السؤال الأصعب. الحاجة الثانية هتنفق عليه كام؟ احنا في صحف في مصر يعني كانت بتنفق في السنة الأولى كتير بالمناسبة 30 مليون جنيه في السنة الأولى خساير. في حين ان هي بتوزع 10,000 نسخة. فاحنا عندنا أزمة ضخمة. وبالتالي فيها لو فضلت توزع 10,000 نسخه ليوم القيامه مش هتكسب. يعني الفكره بتاعت انه لا كان في وقت من الاوقات الصحف بتوزع بنتكلم مجموع توزيع الصحف كان 1.5 مليون، دلوقتي واحنا بتكلم مع حضرتك توزيع اقل من 400,000 لكل الصحف في مصر، لكل الصحف في مصر. طب انا ده اللي انا كنت اتمنى النقيب الجديد يبقى ده يعني يبقى في ورش
اعمال واعداد حوالين انه انقاذ الصحافه مش مجرد انه مع مين وضد مين وانسى حمايه القديم او انت مع تاسيس النقابه او مع دورها الخدمي. يعني الادوار دي كلها هتيجي لما تبقى في نقابه اصلا، يعني لما نطمئن لانه طيب النقابه موجوده وانه فيما يتعلق برضه بطبيعه العمل الصحفي ووزارات صحفيه، لعلي لا اذيع سرا يعني حلم حياه حضرتك الرئيس صحيح. انه يطلع للنور هذا الاصدار الصحفي. لو قدر ليك ان انت تصدر هذا العمل الصحفي او الاصدار الصحفي، احنا بنوثقه على الهواء عشان ما حدش ياخد الفكره ويطلعها. استاذ محمد نفسه يطلع جورنال يسميه الرئيس. صحيح. لو قدر ليك في ظل المعطيات دي انت عندك الامكانيه انك تطبع وتوزع وتبيع، ولا برضو المشاكل اكبر من فكره الاصدار الجديد؟ لا هي المشاكل اكبر من فكره الاصدار الجديد، هي المشاكل ليها علاقه بانه ان احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر فردي. المشكله في النقابه دي، وهي دي ده دور النقابه الرئيسي بالمناسبه، ان هي تفكر جماعي، تفكر في حل لازمه الصحافه في مصر. احنا عندنا مجموع توزيع الصحف في مصر، كل الصحف في مصر بتوزع 400,000، منهم 3 صحف او 4 صحف بالظبط بيوزعوا اكتر من نص الرقم ده، وبالتالي فممكن يكون عندنا يوميا في مصر 20 صحيفة، كل صحيفه بتوزع 5000 نسخه و7000 نسخه و10000 نسخه بكثير، في حين انه كانت الصحف، يعني بنتكلم مثلا على مجله زي الهلال، مجله الهلال علي امين لما راح لها سنه 61 كانت مجله الهلال بتوزع 100,000 نسخه، دلوقتي مجلة الهلال السنة اللي فاتت كلها ما اظنش وزعت 1000 نسخة في السنة كلها. وبالتالي فاحنا بنتكلم على انه شوف كنا فين وبقينا فين، يعني فكرة انه حل أزمة الصحافة ليه علاقة بانه محتاج قعدة واضحة جدا، محتاج جلسات عمل بجد. طب من نقابة صحفيين في جمل برضه محددة، في بعض النقاشات او الحوارات بعض ضيوفي رأوا انه العمل الصحفي او الميكانيزم او الآلية العمل نفسه في دول حتى عربية جارة لينا تسبقنا بمراحل. ده حقيقي، ده برضو مشكلة طبعًا موجودة يعني طبعا طبعا الكفاءة قلت مشكلة طبعا طبعا. اصل احنا في وقت من الاوقات ومشكلتنا ان احنا طول الوقت عايشين على ده، يعني احنا كنا احنا فاهمين، بعض الزملاء فاهمين انه ان احنا اصحاب ريادة في الصحافة حتى هذه اللحظة، احنا كنا اصحاب ريادة. يعني كان في وقت من الاوقات عشان يطلع جورنان في الامارات بيسافر صحفي مصري يطلع الجورنال، عشان يطلع جورنال في السعوديه بيحصل نفس المساله، عشان يطلع جورنال في قطر نفس القصه، عشان يطلع جورنال في ليبيا نفس القصه. الناس دول دلوقتي سبقونا دلوقتي؟ لا، هم في دول منهم يعني مثلا لبنان متقدمه عننا جدا في الصحافه مثلا على المستوى ده، على المستوى المهني خاصه ان هي دلوقتي هي اللي بتقود فكره انه اللي عايز يطلع جورنال لبنان اللي بيطلعه. تمام. يعني وبالتالي ففكره ان احنا عندنا لا تراجع كبير في الكفاءه، في كفاءه المحررين وثقافتهم بالمناسبه، يعني في جزء يعني انا الحقيقه لو كنت على الثقافه هتلاقي دلوقتي انه في محررين صحفيين لا يقراوا في الصحف الا اخبارهم، مش هقول لك يقراوا الصحف نفسها، يعني ما يشوفوش الا اخبارهم، وطبعا ده هيزعل من صحفيين كتير بس الحقيقه دي على مسؤوليتك. على مسؤوليتي طبعا. طيب الخبر الاخير خبر من اخبار الكوره مصراوي، نتابع من هذا الخبر، كوبر يعلن قيمة المنتخب وأربعة لاعبين ينضمون لأول مرة واستبعاد ثنائي الزمالك. أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن هيكتور كوبر المدير الفني اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر المنتخب ببرج العرب في الفترة من 23 وحتى 28 من مارس الحالي، والذي يتخلله مباراة ودية مع منتخب توجو يوم 28 من مارس، ويستعد المنتخب لمباراة تونس في افتتاحية تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019، حيث من المقرر أن يواجه الفراعنة نصور قرطاج في شهر يونيو القادم. المجال مفتوح لحضرتك للتعقيب على هذا الخبر يا أستاذ محمد، وإن كان برضو يعني عندك برضو رؤية للواقع الدوري المصري وارتباطه بالمعسكر اللي حصل، هل المعسكر ده أنقذ فكرة المشاكل اللي بتواجه صحيح الدوري؟ صحيح. لو الحقيقة كان المعسكر من عدمه يعني، واحنا يعني نادر ما يبقى عندنا حاجات الذكاء دي، يعني نادر ما بنعرف ننقل المسائل. ايوه بس في مباراه اتاجلت للاهلي والزمالك. صحيح. تحت ضغط الازمه دي ماشي، بس هو في جزء ليه علاقه ب يعني الذكاء الاداري الحقيقه، يعني ينقصنا. عجبتك اللعبه الحلوه جدا 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 الحقيقه، خاصه انه انا الحقيقه يعني انا بيعجبني اداء كوبر، يعني بغض النظر انا مش بتكلم هنا على الاداء الفني، انا بتكلم هنا على السيستم، احنا مشكلتنا في السيستم. انا رايي ان الراجل ده ممكن يوصلنا كاس العالم لانه بيمتلك سيستم. احنا في مصر الكره المصريه بتدار بلا سيستم، وبالتالي فالفرق ان الشخص ده بيشتغل على اللعيبه، وبالتالي فهو ما عندوش المجد الاشخاص. يعني المميزين في المنتخب هو باستثناء محمد صلاح كله زي بعضه، وهو قاصد ده، هو قاصد انه ما يبقاش فيه لعيب مميز
وبالتالي فالكوره تكون دي نقطه القوه بتاعه المنتخب، يعني طبعاً ممكن يكون ده عنصر القوه، وهو ده السبب في ان احنا وصلنا نهائي كاس افريقيا، وده السبب ان شاء الله باذن الله في نوفمبر القادم نحتفل بوصولنا لكاس العالم، ومصر كلها تنزل الشارع تحتفل بوصولنا لكاس العالم يا رب، ونجيب جون تاني يا رب يا رب. لا عايزين ثلاث اجوان، عايزين ننسى مجدي عبد الغني خلاص، يعني كابتن مجدي عبد الغني مرحلته تخلص معانا ان شاء الله السنه دي. بالنسبه للدوري او تاجيل الدوري او واقع الدوري، المشاكل بتاعت نادي الزمالك والانسحاب من عدمه عند حضرتك تعقيد؟ لا طبعا، هو يعني انا رايي ان يعني الزمالك هيمضي في الطريق ده، انا رايي انا رايي ان الزمالك يعني سيتراجع عن الانسحاب اجلا ام عاجلا، وهيكمل الدوري بشكل طبيعي جدا. في تدخل سياسي، في تدخل من وزير الشباب، في تدخل من رئيس اتحاد الكوره، في النهايه انا رايي هيتوافقوا وسيعود. لكن كانت الفكره انه معسكر المنتخب يقلل الاحتقان اللي حاصل الفتره اللي فاتت، وبالتالي فالناس ترجع تاني تشوف المنتخب مع في اللقاء الودي مع توجو، استعدادا لان احنا نلعب تونس في يونيو، ثم بعد كده يعني مباراه اغسطس هي المباراه الاهم، لانها مباراه الصعود لكاس العالم ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. النهارده احنا طلعنا بكتاب لماذا زاد الاثرياء ثراء والفقراء فقرا. ده مين اللي كتبه؟ ده احد الكتاب الاجانب في دراسه يعني تشبه رساله الدكتوراه. طيب. كده انا بشكرك شكرا جزيلا. غدا يوم جديد ان شاء الله دايما. استاذ محمد توفيق الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. شكرا. نخرج الى فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل نبدا معكم فقرتنا الحواريه، ابقوا معنا. اهلا بكم مجددا. قبل ان نبدا هذه الفقره الحواريه، تهنئه واجبه لكل ام في عيدها، كل عام وكل ام بخير وبصحه وبعافيه، كل سنه وكل ام طيبه وباحسن حال. كما اشرنا في بدايه هذه الحلقه، اخترنا لكم واحد من الموضوعات المثاره حاليا على الساحه، والتي ايضا اثيرت حولها اراء كثيره. في السابق تحدثنا عن مسألة الحجاب أو قضية الحجاب، إذا كان فريضة أو ليس بفريضة، بعض الإشكاليات المرتبطة به. في حلقة الليلة زاوية أخرى مرتبطة بمسألة الحجاب طبقا لسير الأحداث أو تطوراتها خاصة في أوروبا. ففي ظل مناخ أوروبي مفعم بالغضب وفضاء عام مشحون ضد الأقليات بوجه عام والأقليات المسلمة بصفة خاصة، جاء حكم محكمة العدل الأوروبية وما قرروها في بروكسل بحقية أرباب العمل في فصل العاملين الذين يرتدون الحجاب أو رموزا دينية أخرى إذا كانت المؤسسة تحظر هذه الرموز. هنا أضيف بعد جديد لمعاناة مسلمي أوروبا، خاصة أن الحكم صدر في دعوة أقامتها سيدة محجبة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب. ما حيثيات هذا الحكم؟ وهل هو موجه للمسلمين أم للرموز الدينية بشكل عام؟ وهل تترتب عليه تداعيات أخطر على الأوضاع المرتبطة بالجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية أو الأوروبية بشكل خاص، في وظائفهم أو في محيط تعاملاتهم مع جيرانهم أو تحركاتهم في الشارع مثلا؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها في حلقة الليلة معكم مع الناس. ورحب بضيفي الكريمين، سيادة المستشار حسني عطية المحامي بالنقد، أهلا بك سيادة المستشار. رحب أيضا ضيفنا الكريم وزميل العزيز في حلقة الاثنين دائما كل أسبوع الأستاذ ممدوح الشيخ، الكاتب والباحث مدير المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق، أهلا بك أستاذ ممدوح. أبدأ معك سيادة المستشار، هذا الحكم الأخير الذي صدر في أوروبا، كيف تابعته؟ لأي مدى يعني أثار من جديد مسألة الحجاب أو حقوق الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية؟ هو الحقيقة طبعا يعني زي ما تفضلت حضرتك في المقدمة، هو الحكم ده أو يعني أنا مش عايز أسميه حكم قوي، هو قرار صدر عن محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاث الماضي 14 مارس. القرار أجاز لأرباب الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي أن يحظر على الموظفين ارتداء أي زي أو ألبسة قد تشير إلى رموز سياسية أو دينية ومن بينها الحجاب. هذا قرار، وأنا يمكن بستغرب، بس طبعا هو زي ما تفضلت حضرتك بدأت القصة بأن موظفة اسمها سميرة شبيتة تعمل في شركة أمنية في بلجيكا، فصلت من عملها، رفعت دعوى
بدعوى أنها يعني تعرضت لتمييز عنصري بسبب الدين، المحكمة البلجيكية قضت برفض دعواها، استأنفت الدعوة، محكمة الاستئناف البلجيكية أحالت الأمر محكمة العدل الأوروبية لاستطلاع نظرها حول الأمر. أنا بستغرب بس هي لماذا أحالته لمحكمة العدل الأوروبية؟ ليس من اختصاص هذه المسائل، كان الأحرى بها أنها تحلها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ودي مقرها ستراسبورغ في فرنسا، هي المعنية بمثل هذه الأشياء. أي مكان أحيلت لمحكمة العدل الأوروبية وهي بالمناسبة مقرها في لوكسمبورغ، أصدرت قرارها المشار إليه يوم الثلاثاء الماضي. يعني أعتقد أن هذا برضو إحنا بعد يعني إحنا ترجمنا شوية وسائل الإعلام عندنا وبعض وسائل التواصل الاجتماعي أو التنافر الاجتماعي زي ما أنا بسميها، يعني نقلته بصورة غير دقيقة. أولا في ناس كتير قالوا أنه قانون، هو ليس بقانون، صح حضرتك تفضلت قلت أنه حكم، هو قرار أو توصية من المحكمة. مرد الأمر أو مناطه في النهاية هيكون لمحكمة الاستئناف البلجيكية اللي بتنظر الدعوة، لسه في درجة من درجات التقاضي أيوة، وفي محكمة النقض البلجيكية أو بقى هي بتسمى في بلجيكا نقض أو المحكمة العليا، هي هيكون لها. حضرتك التصدي. مشكورا أشرت لأنه كان الطريق الأمثل لعرض القضية على محكمة حقوق الإنسان في المحكمة فرنسا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها مدينة يعني ستراسبورغ. أفهم من كلام حضرتك ضمنيا أنه كان ثمت قرار آخر كان ممكن يصدر من هذه المحكمة؟ يعني كان ممكن يؤيد، كان ممكن، كان ممكن يؤيد حق هذه السيدة لسبب أن يعني ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام دي بدأت من فترة، وكانت الرائدة فيها فرنسا. بدأت سنة 2004 أصدروا قانون في فرنسا يحظر منع ارتداء النقاب واللي هي البرقع اللي بيقولوا عليه البرقع في المدارس والمعاهد الحكومية، ثم في سنة 2010 أصدروا قانون آخر بمنع ارتداء النقاب والحجاب في الأماكن العامة. أفهم قد يكون النقاب له مبرر، لأنه هو مبررهم في إصدار هذين القانونين في فرنسا قالوا أن النقاب أو البرقع اللي هو بيخفي الوجه بالكامل قد يمنع أو يزعج الناس الآخرين، ما بيتعرفش على شخصية مرتدي هذا الزي. إنما الحجاب أعتقد أنه هو لم يزعج أحد على الإطلاق في لا في فرنسا ولا في أوروبا، ولم يسيء إلى أحد. يعني حكم محكمة العدل الأوروبية مرتبط بأي زي أو أي رمز ديني، رمز ديني أو سياسي. طب يعني معذرة، بيستوفي هذا الأمر المسيحية واليهودية والإسلام وأي دين؟ يعني طب هو البعض مثلا ممكن يرتدي صليب، صليب قال الصليب ده ممنوع برضو؟ أيوة ممنوع. القرار بالضبط قرار منح أصحاب الشركات في دول الاتحاد الأوروبي الحق في منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو دينية بما فيها ارتداء الحجاب. تمام. فإحنا طبعا جبنا على الحجاب، إنما هو اتكلم حتى هذا القرار رغم أنه توصية، وأنا مش شايف أنه هو حكم ملزم. قرارات محكمة العدل الأوروبية ملزمة للدول الأعضاء، بس فيما يخص توحيد القوانين بين الدول الأعضاء وتفسير الاتفاقيات والمعاهدات الأوروبية، لكن في هذا أعتقد هو مش ملزم. تمام. مش عايز أطول في الحتة دي قوي عشان برضو ما نجرش على حقوق أستاذنا. الله يخليك. هذا القرار قال في بين ان حتى صاحب الشركه لا يستطيع ان يفصل العامل دون ان تتضمن لوائحه الداخليه هذا الامر، يعني لازم يحط ده في لائحته انه الزي يبقى كذا وتمنع هذا. تمام. ودي في مؤسسات كتير قوي في دولنا العربيه وفي مصر بتفرض حاجه اسمها زي معين بنسميه كده بالانجليزيه الدريس كود. تمام. فموظفين البنوك يلبس شكل كذا، رباط العنق للرجال. تمام. الجينز والبنطلونات الضيقه للستات لا، فبتفرض زي وبعض عظيم. المؤسسات بتفرض. فانا مش شايف هو قال كل الالبسه اللي تشير الى رمز سياسي او ديني ومن بينها الحجاب. تمام. طيب اهلا بيك يا استاذ ممدوح. الله يخليك يا استاذ. وخليني اكد مره ثانيه وثالثه وعشره انه حضرتك مش ضيف بقدر ما انت يعني بتساعدني في الحلقه. بمجاملتك بالعكس بنشرف بيك، يعني احنا بنحاول انا وحضرتك جاهدين ان احنا نبحث عن اجابات لفضلك. الله يخليك. فتحمل اذا جينا على حضرتك بشكل او باخر يعني. لا مفيش حاجه، اتفضل. الحكم من وجهه نظري كده معلش. لا لا بالعكس، انا استفدت جدا والله من مداخله حضرتك. لا لا ابدا، انتوا انصار الحق دايما. لا لا الله يخليك.
الحكم موجه ضد المسلمين برأيك، ولا ميزان العدالة أعمى في المجتمع الأوروبي ولا يميز بين مسلم وغير مسلم؟ يعني سؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأنه للأمر وجهتين. وجهة قانونية مباشرة، سيادة المستشار كفانا مؤنتها بما تفضل به من معلومات ووضع الأمر في سياقه، حتى من ناحية التتابع الإجرائي الذي يفترض أن يصل إلى درجة معينة سواء في إحدى المحكمتين. تقديري أنه الأمر يؤخذ في الاعتبار في الأبعاد المعرفية والثقافية، هي التي تجعلنا نستطيع في النهاية أن نرجح أنه موجه ضد المسلمين أو غير موجه ضد المسلمين. أوروبا منذ فترة ليست بالقصيرة، حتى قبل أن تشرع فرنسا أول تشريع أوروبي ضد البرقع أو البعض حتى سماه وقتها الحجاب، كانت تغلي تجاه رموز الهوية التي تشير إلى أن من يرتدون هذا الزي يعتنقون دينا معينا أو ينحدرون من أصول معينة. هذه قضايا ليست محل التقاضي، هذه قضايا ثقافية وقيمية وأخلاقية أوسع نطاقا في المجتمع. وشهدت ألمانيا قصة لم تشتهر كثيرا، أنا يعني كنت مهتم بتسجيلها بدقة في كتابي ما وراء الحرب الأوروبية على الحجاب والنقاب. معلمة ألمانية من أصول أفغانية اسمها فريشتا لودن، في أظن 2002 فصلت من عملها، أظن دي طبعا لأن الكتاب موجود لمن أراد أن يتتبع بدقة التواريخ والوقائع، فصلت من عملها بسبب الحجاب، فدخلت في مواجهة قضائية تحولت إلى نقاش ثقافي واسع جدا في ألمانيا حول الحجاب ومشروعية وجوده في أماكن العمل والأماكن العامة. فريشتا لودن في نهاية المطاف حصلت على حكم من المحكمة الاتحادية اللي هي أعلى درجات التقاضي في ألمانيا، لم يمنع ولم يسمح، وإنما فوض برلمانات الولايات في أن تقرر حظر الحجاب أو استمراره. وما لفت نظري وقتها وسجلت كم كبير من ردود الفعل فيه، الطريقة التي تعامل بها المجتمع العام الألماني مع الحكم وصولا إلى سب القضاء، وهي مسألة غير مألوفة في ثقافة المجتمع. إنه المجتمع الألماني كان متعاطف مع السيدة، انقسم انقسام تام. طرف يرى أنه المحكمة كانت جبانة، وهذا يعني وصف ورد في الرؤى. أنه كان يجب أن يتم حظر الحجاب بدون لف أو دوران، وأنه رمز من رموز قهر المرأة، وهذه قضية ثقافية وفكرية في خلفية الموقف من الحجاب، وأنه رمز لأن هوية أوروبا أصبحت هجين وأصبح الإسلام جزء منها، وهذا أمر نرفضه. كان هذا أحد أنواع ردود الفعل. رئيس ألماني سابق مثلا قال في الفرانكفورتر ألجماينة أنه ما أفهمه أنه الدستور الألماني مشبع بالقيم الدينية اليهودية والمسيحية، ولسنا دولة علمانية مثل فرنسا، وبالتالي لا يحق للدولة أن تشرع فيما يتصل بالأزياء. ده عنوان عريض جدا في الثقافات. هل يجوز للدولة أن تقنن زي الناس أو لا؟ على قاعدة السماح أو الإلزام، الموضوع ده مهم جدا، لأنه بيفصل بين نسق اجتماعي هويته مغلقة وبيرفض الآخر ولا يستطيع أن يقبل وجوده لا في الفضاء العام ولا في مكان العمل، ونموذج أفقه متسع. بس إشارته لأنه الدستور الألماني مشبع بقيم مسيحية، ده تعبيره حرفيا، قيم مسيحية القيم ويهودية. الأخلاقية المسيحية واليهودية، بمعنى أنه خلاص شكل الزي محدد طبقا لهذه لا القيم. أنه لا يجوز أن تتصرف ألمانيا كما تصرفت فرنسا في موضوع لبس الحجاب، لأنه نحن لسنا دولة علمانية معادية للتدين. ألمانيا صيغتها العلمانية أقرب إلى التعامل مع ظواهر التدين بشكل إيجابي أكثر من فرنسا، وبالتالي هو كان يضع خط فاصل بين مفهوم أنه ألمانيا دولة علمانية وبين التحول إلى معادات التدين. يعني أفهم ضمنيا كده أنه هو ممكن يقبل الحجاب؟ طبعا هو كان مع أنه يقبل الحجاب. في مرحلة لاحقة حدثت الأزمة في فرنسا ودخلت البرلمان، ووقف كثيرون أمام سؤال، هل يجوز للدولة أصلا أن تدخل برلمانها تشريع يتناول أزياء الناس ولا لا؟ وإذا حدث هذا في مجتمع أقل تقدم في مسار الديمقراطية، كيف يمكن أن يحدث في فرنسا مهد التنوير والتعددية وما إلى ذلك؟ فالسؤال يستبطن أسئلة ثقافية وفكرية أعمق من البعد القانوني والقضائي. الملاحظة الأخيرة، تمام، تاريخ الفكر أحيانا ينير لمن يناقش قضية معاصرة. أوروبا أخذت رحلة متتابعة المراحل في الخروج من سيطرة الكنيسة والمفاهيم الدينية وبالتحديد المسيحية الكاثوليكية على حياة الناس ووجدانهم، إلى مرحلة العلمانية المتطرفة التي تشهدها الآن. في إحداها تم استهداف اليهودية بهجوم غير عادي في عدد كبير جدا من المؤلفات، ربما تكون هي نواة ما يسمى الآن علم مقارنة الأديان. لاحقا ربما بعد 100 عام من أرخوا لتاريخ الفكر جزموا بأن هذه المؤلفات كانت تستهدف قيمة الإيمان بالأديان السماوية، واتخذت اليهودية تكئة، إنه الهدف زعزعت وجدان المسيحيين وغير المسيحيين في أوروبا تجاه الأديان،
وذهبوا إلى الدين الذي يتبع أقلية من الناس في المجتمعات الأوروبية، وبالتالي لن يكون للهجوم رد الفعل المباشر السريع الذي يوقف هذه النوعية من المؤلفات. لاحقا من صب على اليهودية تم توسيع نطاقه ليشمل كل الأديان السماوية، ودخلت في مرحلة من الربوبية الكاسحة، أن شعوب بالكامل أو شرائح واسعة من الشعوب الأوروبية أصبحت تقول هناك إله لكن ليس هناك أنبياء ولا وحي ولا شرائع، العقل يستطيع بمفرده أن يحدد الصواب والخطأ. فهذا الهجوم الذي يشار إليه الآن باعتبار أنه يستهدف أشياء أخرى غير الحجاب، قد يأتي من يؤرخ لاحقا ليقول لم يكن هدفه إلا الإسلام، وخصوصا أنه أحيانا تبرير الخطأ بالخطأ يبقى كارثة. أنا عايز قناعات حضرتك أنت بشكل واضح بجمل واضحة وصريحة، يستهدف الإسلام. هل هذه الخطوات أو الإجراءات أو الحكم أو القرار من قبل القضاء الأوروبي يستهدف الإسلام بشكل يستهدف خاص الإسلام لسبب ولا مسألة بالنسبة له حيادية؟ يستهدف الإسلام لسبب وجيه، هو أنه لا يوجد في المجتمعات الغربية حالة الخوف المبالغ فيها من أي دين آخر غير الإسلام. صحيح. وبالتالي عندما ينص الحكم على كل الرموز طب الدينية، هنا هنا معلش آسف، العقلية الأوروبية هنا معذورة يعني في ظل موجات الإرهاب وما شابه؟ سؤال مهم جدا. طب عند حضرتك إجابة مطولة فيه ولا؟ عندي إجابة مطولة وهختصر الأول في جملة. طيب. واقعة أنا ربما رويتها سابقا وأعيد استحضارها لأنها مهمة جدا. عملت مرة حوار مع الدكتور علي السمان وهو عاش سنوات طويلة من عمره في فرنسا وكان مستشار الحوار بين الأديان من الأزهر من هنا. فقلت له دكتور علي الإسلاموفوبيا شفتها إزاي؟ قال لي أنا لما روحت فرنسا كان متزامن تقريبا مع تأميم قناة السويس، مفكر فرنسي كبير كتب مقالة عنوانها أين أنت يا شارل مارتيل، بيستدعي اسم القائد العسكري اللي أوقف زحف المسلمين من الأندلس إلى فرنسا، ولما هزموا في تربواتيه توقف هذا الزحف. فبيقول غضني جدا العنوان وشعرت انه في تحريض ديني ملوش صله بالموضوع، دي قناه وشركه بتأمم ودوله بتأممها وكده. بعد سنتين او اكتر التقى بي قال له المنشط ده انا لا انساه، ليه كتبته؟ قال له اسال مناهج الدراسه. ده واحد. لويس عوض كتب مقدمه لكتاب اسمه بروميثيوس طليقا، مجموعه نصوص للشاعر شيلي. قال في حاجه غريبه جدا وانا هنا بستشهد بيه باعتبار انه ابعد ما يكون عن التطرف الديني مسيحي. قال ان اوروبا تسيطر عليها فكره مركزيه وان رفاهيتها مرتبطة بإضعاف الشرق وغناها مرتبط بفقر الشرق. يعني مثلا مش صراع ديني قد ما هي برضو في أفكار في الخلفية لن تجدها في نصوص الدساتير والقوانين مسيطرة على صنع القرار جدا. طيب هستأذنكم في الخروج إلى فاصل، وإذا كان برضو من ثمة إيضاحات لاحقة إن شاء الله نستمع إلى رأي حضراتكم فيها. فاصل مشاهدينا ونواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مباشرة لسيادة المستشار. أعود لحضرتك نقطة في غاية الأهمية تطرح أيضا في سياق هذا الحكم الذي صدر من محكمة العدل الأوروبية، حظر ارتداء الحجاب أو بأحقية أرباب العمل في تقرير مصير ارتداء الحجاب أو أي ملبس له صبغة دينية. نقطة مهمة أثرها أستاذنا الكريم أستاذ ممدوح في سياق تحليله وتطور النقاش في هل العقلية الأوروبية معذورة في فكرة أنها تتخوف إلى هذا الحد من الإسلام أو المسلمين، خاصة أنه حضرته مشكوراً أكد أنه يعني قطع بشكل يقيني أن المستهدف هو الإسلام. نعم. مش مسألة أنه الأديان كلها سواء في سياق هذا القرار يعني. نعم. فسؤال ممكن يطرح بأكثر من صيغة، هل العقلية الأوروبية عندها العذر أنه هذا التخوف؟ وربما صيغة تانية أنا كنت عايز أطرحها على حضرتك. نعم. هل أوروبا تخشى الإسلام الآن؟ والله أنا يعني زي ما تفضل الأستاذ ممدوح أنا عايز أقول بس مرد هذه الإجراءات وهذه الأحكام وهذه القرارات نرجع بس شوية نقول هردها لنقطتين مش أكتر. أتفق طبعا من أولا مع الأستاذ ممدوح في أن الإسلام هو المستهدف أو المسلمين هم المستهدفين. أرد الظاهرة دي هو انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا وظهور اليمين المتطرف، دول النقطتين المهمين. بس دول المواطن الأوروبي لا يعني دعنا بقى لا نخفي لا ندفن رؤوسنا في الرمال، لا هم معذورين ما يعني قد يغضب من البعض أني بقول لا معذورين فيما يتخذونه من إجراءات ضد المسلمين. ليه؟ يعني هل رأينا أي ديانة أخرى بتفعل ما يفعله المسلمون في أوروبا وفي الشرق؟ ما هو يعني بقول زي ما قلت قد تغضب مني كثير، لكن اللي بنشوفه من المنتسبين للإسلام كان فيه شكل أشكال كان فيه يعني كان أنا قصدي أنه فكرة التطرف من حيث المبدأ
موجودة في كل الأديان والديانات، كانت موجودة في أوروبا واختفت بقى من أكتر من 600 سنة 600 700 سنة. الثورة الأوروبية كانت في فترة سيطرة الكنيسة والكهنوت والحاجات دي انتهت، وياما مشانق علقت في باريس وفي كل أوروبا. طيب يعني هذه العقلية الأوروبية التي تتغنى بأنها عقلية متقدمة ومتحضرة ومثقفة، ما تقدرش تفصل ما بين فصيل ما متشدد ما هو يسيء للدين كبشكل عام مش وهو ما يحدث؟ أولا هو الهجمة هجمة شرسة وهجمة طالت كل أوروبا، ولعلنا شفنا الحوادث الأخيرة في شارل إبدو وفي المسرح اسمه باتاكلا وغيره باتاكلا والحاجات دي وفي بلجيكا لا شيء مخيف وشيء مرعب أن يطلع المواطن الفرنسي أو الأوروبي بوجه عام أو الأمريكي يشوف ما يحدث. أنا بقول لحضرتك هو العقلية الأوروبية دلوقتي مش قادرة تفصل بين أنه ده فصيل ربما يكون متشدد بعيد عن حقيقة وجوهر الدين الإسلامي. لا لا ما هو ما قدروش يفصلوا بين الاثنين ان الإسلام شيء وان دول مجرد عناصر. هم باليقين فاصلين ويعلموا تماما حقيقة الدين الإسلامي، انما مش قادر يفصل بين الأشخاص وما يقدرش يفصل بين الأشخاص. يعني من يرتكب هذه الأحداث هم مسلمون، او شئنا ام ابينا هم مسلمون مدفوعين ممن يعني ما هؤلاء وراءهم جماعات كثيرة ويعني تحتروا في فهمها الأفهام، وراهم دول ومنظمات وحاجات كتير. إنما لا، أنا في رأيي بمنتهى الصراحة والأريحية المواطن الأوروبي معزول، المواطن الأوروبي والناس دي بتحافظ على دولها وعلى مواطنيها. طيب انت حضرتك العقلية الأوروبية شايفها من الزاوية دي انه أعمال إرهابية بتحمل الخراب ليهم، طب لكن غير صحيح ان أوروبا بشكل عام تخشى الدين الإسلامي او انتشار الدين الإسلامي، بمعنى انه عايزة تحافظ على هويتها او بعد قيامها الأوروبية ما يعني المسيحية في المقام الاول. ما اعتقدش ان دي يعني في وجهة نظري ان دي مش ده الأساس. هذا العنوان اللي أشار الأستاذ ممدوح للكاتب الفرنسي أنه بيستغيث بمن أوقف الفتوحات الإسلامية أو الامتداد الإسلامي والانتشار الإسلامي لأندلس في عمق. زي ما قلت الخوف ليس خوفا من الإسلام في ذاته، الخوف مما ينتج عن بعض العناصر المنتمية للإسلام أو تمدد الظاهرة أو انتشار الإسلام في دولهم. الخوف مما قد ينتج عن ذلك، إنما الإسلام كدين ما يعني مش عايز أقول ما يعنيهمش، لا يعنيهم بالقطع وبتاع، لكن مش ده اللي مؤرقهم، مش ده اللي شاغل بالهم قوي. اللي شاغل بالهم الحفاظ، طبعا هم يريدوا الحفاظ على الهوية الدينية لهم بالمقام الأول، بس الهاجس عندهم هو هاجس أمني أو خوف أمني أو خوف على المواطن. فيعني انا برضو خليني برضو احط بين ايدين حضرتك وجهه نظر تانية بترى عكس ده، ودليلهم في كده ان هم لحد دلوقتي تركيا مثلا ما دخلتش الاتحاد الاوروبي. نعم. طبقا لوجهه نظرهم انها دوله مسلمه، ما خايفين على الهويه الاوروبيه هويتهم يعني الدينيه في المقام الاول. يعني ما برضو انا مش شايف ده ده بوضوح حقيقي. يعني في رايي المتواضع جايز الاستاذ ممدوح يكون مطلع اكتر وقارئ اكتر في النقطه دي. اوروبا لا تخشى انتشار الاسلام بقدر خوفها من ارتكاب مما ينتج عن انتشار الاسلام في دولهم، وخوف على المواطن وخوف على منشاتهم وخوف على الهويه، انما مش من الاسلام كاسلام كدين. بدليل اولا يعني حتى انا اشرت في الفقره السابقه انه على القانونين الفرنسيين اللي صدروا في 2004 و2010 ده انتقدهم بشدة مجلس الدولة الفرنسي، وقال ان الاسباب اللي قالتها الحكومة الفرنسية في تبرير اصدار هذين القانونين اسباب وهي ولا علاقة لها وتصطدم بمواد الدستور الفرنسي وبإعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي وبتمس حريات عامة زي حرية الدين والتنقل وحريات خاصة زي الزي واللبس. فلا، انتقدوا هذه الاجراءات بشدة مجلس الدولة الفرنسي وهو يعني من المؤسسات القانونية. هل ممكن نقول فرنسا استثنى سيادة المستشار من بين أوروبا جامعة؟ هي اللي بدأت يعني هي اللي بدأت دايما تقود المواقف الألمانية الأكثر تطورا، هي اللي قادت. أيوة الموقف برضو مش قادر يعني أترجم
لماذا فرنسا بالذات؟ يعني فرنسا اول دوله زي ما قلت القانون 288 ده سنه 2004 صدر في 15/3/2004، فهي الدوله الرائده في محاربه، اذا قلنا بقى في محاربه الاسلام او المسلمين في اوروبا او انتشار المادة الاسلامي. والبعض ما بينتقدهم شويه بيقولوا اوروبا القديمه، وده بيزعل الفرنسيين لما وصفوهم ان هم اوروبا القديمه بيزعلوا من التوصيف. صحيح صحيح. مهم جدا برضو حضرتك نستزيد منك في السياق ده استاذ ممدوح، فكره يعني هل تخشى اوروبا الاسلام ولا اوروبا معذوره طبقا لتصرفات بعض المنتمين للاسلام؟ نتحدث عن بعض العمليات الإرهابية التي ضربت أوروبا في الفترة الأخيرة، ضربت بكل قسوة. يعني مبدئيا إطلاق حكم واحد على أوروبا كتكوين فيه قدر من المجازفة. تمام. أنا أقدر أقسم الموضوع إلى مجموعات من البشر لكل منها مكونات لموقفه. أحد هذه المجموعات أو المجموعة الرئيسة في هذا الأمر الإعلام في أوروبا. الإعلام الأوروبي الحقيقة حتى بالدراسات المسيحية اللي أجريت من بعد 2001، يعني كثيرون يرون أنه بعد هجمات سبتمبر 2001 العالم لم يعد كما كان قبله، وبخاصة أوروبا بدأت تنتبه إلى أن ما حدث على الجانب الآخر من الأطلنطي يمكن أن يحدث على الجانب الآخر من المتوسط، وبالتالي علينا أن نفكر بشكل مختلف. ازدادت موجة الهجوم على الإسلام في أجهزة الإعلام، وهناك دراسات مسيحية أكثر من أن يحصيها وصف، يعني تقدر تلم من على النت حتى. دراسات أجرتها الدويتش فيلي وأجرتها هيئات إذاعية أوروبية بتتسم بقدر من الحياد وهي بتقيم، لكن تظل الممارسة كما هي، أنه صورة الإسلام وليس الثقافة الإسلامية ولا المسلمين، الإسلام كدين في الضخ الإعلامي المهول في أوروبا هي صورة مشوهة بنسبة كبيرة جدا. فواحد، الإعلام في أوروبا لديه موقف من الإسلام وموقفه مشكل حقيقي، وصل إلى قمة الاستفزاز والتحدي في قصة شارلي إبدو. متعمد الموقف ده؟ ما أنا هقول لحضرتك أهو، أحد المصادر فيه يمكنك أن تقطع بأنها متعمدة لسبب وجيه. في دراسة قيمة جدا ترجمت من الألمانية إلى العربية اسمها الإسلام العدو، حررها اثنين من الباحثين الألمان يوخين هيبلر وأندريا لويج، اشترك في الكتاب عدد من الباحثين من ألمانيا ومن المشرق العربي منهم عزمي بشارة وآخرين. يوخين هيبلر اللي هو واحد من اللي حرروا الكتاب كتبت دراسة عن صورة الإسلام في ألمانيا في أجهزة الإعلام، فأشارت لحاجة خطيرة جدا. مجموعة بيسموهم الخبراء الوهميين، اسمهم كده في أدبيات الإعلام، أشخاص ليس لديهم معرفة بالإسلام تقريبا مطلقا ويتم استدعائهم بعد كل حادث إرهابي. حتى هي بتقول سخرية يعني أنه أحدهم ظهر مرة على شاشة إحدى القنوات فقال أنا لا أعرف كثيرا عن الإسلام، ولكن وبعد لكن هذه بدأ في بناء عالم افتراضي ليس له صلة بالإسلام ولا المسلمين على الإطلاق. أمنا الغولة هذه فئة الإعلام، وثمة سيطرة نسبية كبيرة لتيارات سياسية لديها موقف عقائدي من الإسلام. ده واحد. اثنين، النخبة المثقفة في الغرب، ولا أقصد بها النخبة الأكاديمية لأن الأكاديميين في ألمانيا خاضوا معركة ضد الخبراء الوهميين مجيدة ومحترمة وشريفة، لكن صوتهم لم يصل إلى الإعلام، وطلعوا بيانات يطالبوا أجهزة الإعلام بالتوقف عن استضافتهم. النخبة المثقفة اللي بتعتبر منتجة أفكار في أوروبا يغلب عليها بدرجة كبيرة جدا تصور لعلاقة الدين بالدولة من حق الدولة فيه أن تنتج الدين، ودي نقطة في منتهى الخطورة الحقيقة. لأن أوروبا لما أعاد تنظيم العلاقة بين الدين والدولة بعد حقبة سيطرة الكنيسة ظهر مفهوم جديد أن الدولة هي الله، وهيجل قال ده حرفيا أنه الدولة هي الله الذي تعبده، وبالتالي يحق لها أن تصنع مواطنها كما تشاء وأن تنتج الدين الذي يتوائم معها. الإصلاح في بريطانيا والثورة الأمريكية قالت لا، الدولة لا تنتج الدين، الدولة تكون محايدة إزاء الدين، ملهاش دخل، لكن شعائرك الأحكام الشرعية التي تقتنع بها زيك شأن شخصي. ولهذا السبب الفرق اللي كررناه مرات في حلقات هذا اللقاء لما صدر القانون عام 2004 في فرنسا بشأن الزي، في سابقة تاريخية الخارجية البريطانية انتقدت والخارجية الأمريكية، والاثنين كان منطقهم واحد، الدولة الديمقراطية لا يجوز لها أن تحدد للناس أزيائهم، دول تشكيلين حضارين كبار كلاهما يطلق عليه الغرب. في أوروبا هناك قناعة بأن الدولة يجوز لها أن تنتج الدين. يعني إيه تنتج الدين؟ يعني تقول لك ده فرض عندك أنت لكن ما تعملوش برا البيت أو ما تعملوش في المكان العام أو في مكان العمل. الحقيقة أنه ده موقف فيه تجني معرفي على الدين، لأنه إعادة تعريف للدين بشكل يتوافق مع سياسات الدولة. كل المفكرين الكبار في الغرب الآن
مدار انتاجهم في هذا الامر واهمهم ريجيس دوبريه اللي بيسموه فيلسوف الدوله، ده اللي يعني يوحش لله ان يكون وكانه النبي الذي ينزل عليه الوحي من اله الدوله. هو احد المؤثرين في الواقع الفرنسي جدا. هو يقعد يقول لك والدوله من حقها تقمع. اسمه ايه تاني فن؟ ريجيس دوبريه. هذه الشريحه في مكانها. الشريحه الثالثه بقى المواطن الاوروبي العادي، والحقيقه انه اي منصف لا يستطيع الا ان يعذره. يعني انا اللي بشوف الاخبار واحاول احيد نفسي للحظه عن اني مسلم، اذا تخيلت انه المسلم هو بالضروره شخص بيطلق النار على الناس بالشكل ده وبيفجر نفسه في ناس ما يعرفهمش، بالضروره هذا يفيد الاسلام. حتى لو كان الطرف الاخر منصف على فكره مش متجني. فما بالك وهو متجني، يعني كارثتنا مضاعفه. وبالتالي في مشكله الحقيقه نحن نتحمل جانبا كبيرا منها من المسؤوليه عنها، ليس بوصف ان الاسلام يؤدي الى هذا، لكن الثقافه الاسلاميه المعاصره تسمح بهذا. يعني مستشرق امريكي مره قال لي كده، قال لي انتوا بتطالبونا طول الوقت بالتفرقه بين الاسلام والمسلمين، طب ما هو كل اللي بيتجندوا بيبقوا مسلمين في التنظيمات دي. في غير مسلمين؟ اه في ملحدين في داعش، بس ظاهره فرعيه. يظل المسلم ومحتاجه دراسه اسبابها. هو المكون الاساسي. هو المكون الاساسي. الملاحظه الاخيره انه نحن نتحدث الان عن ظاهره في الحقيقه العلمانيين العرب يرتكبون بحق الاسلام ما هو ابشع منها. ودي ظاهره مؤثره جدا في وعي الاوروبيين بالاسلام. يعني يروح لمؤلفات لاشخاص، يروح لاشخاص يعملوا ندوات في اوروبا ويوصفوا نفسهم بالمفكرين الاسلاميين وهم في الحقيقه ملحدين ويسموا نفسهم مجددين، فيقول له والله الحجاب ده ما فيش حاجه فيه في الاسلام. فانت عايز منه ايه تاني؟ زي المحلل الوهمي، انا ما اعرفش حاجه عن الدين الاسلامي لكن بالظبط كده. في هذه الفئه من الناس يتم تصديرها في مؤسسات انتاج الافكار والمؤسسات الاكاديميه والاعلام في اوروبا باعتبار ان هم دول المفكرين الاسلاميين. فيذهب للغرب ويقول لهم والله اصل ما فيش احكام شرعيه، اصل الاسلام مجرد علاقه بين العبد وربه، اصل الموضوع شخصي وفردي. وبالتالي هو بيجد تكئه، حتى لو كان مدرك ان ده بيكذب عليه، بيجد تكئه انه في البرلمان الفرنسي او الالماني او غيره يعمل ده. الملاحظه الاخيره، وانا عارف ان انا طولت. لا ابدا. 2009 حصل حدث فاصل مهم جدا عالميا، مش بس في صله الاسلام بالغرب. سويسرا عملت استفتاء على المآذن. هل يجوز انه الاتحاد الاوروبي طلع بيان مدهش جدا، قال انه هذا الامر ليس ضمن نطاق مفهوم الديمقراطيه. بس هو معروف انه في سويسرا اي قرار بيخضعوا للاستفتاء. لا هم قالوا ايه الاتحاد الاوروبي؟ لا يجوز استفتاء اغلبيه على الحقوق الدينيه الاقليه، لانك بتدي له السكينه يذبح الضحيه. تظل هذه الحقوق مصونه بالنظام العام. بس برضه صحح لي، يعني فلسفه العمل الديمقراطي ده صح التعبير في سويسرا انه في بعض القرارات المصيريه بيطرحوها للاستفتاء، مش كده؟ بالظبط، في كانتونات فبيلجأوا للاستفتاء كتير، بس هو ده مش معيار كلام الاتحاد الاوروبي. بس كلام الاشاره حضرتك اشرت ليها مهمه. انه حضرتك شفاك الله وعافاك عندك صداع، فتسيب كل الدكاتره اللي ممكن يعالجوا الصداع وتروح لدكتور بتاع بطنه. لا، انت محتاج دكتور عصبيه ونفسيه. او بالمعنى ده، هو راح استخدم الاستفتاء واليه الصندوق فيما لا يجوز استخدام الصندوق فيه. فاحنا قدام ايه؟ الصراع على حدود الاشياء، حدود الدين تمام، وحدود الدوله وحدود الحريه الشخصيه وحدود حق الدوله في تنظيم الزي. العالم كله في الشجار على ده، والضحية الأكبر للمسلمين حتى الآن. عظيم. أفكار كثيرة بتطرح في سياق النقاش، فاصل آخر وبعض الأفكار نحاول إن شاء الله نطورها فيما تبقى من عمر هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. عدنا والعودة أحمد دائما بعد الفاصل ليك سيادة المستشار. مثل هذا القرار الذي صدر في أوروبا، هل يمثل ضغطا أو معوقات ما يحملها في طياته للمسلمين وحياتهم في أوروبا، أم أنه الحياة ستسير بوتيرة معتادة وسهلة وميسرة؟ لا، باليقين هذا القرار بيحمل معوقات كبيرة. يعني بيحد من حرية المسلمين في دول أوروبا في العمل أولا، وزي ما هو يعني قلنا، أنا قلت أن قرار محكمة العدل الأوروبية ملزم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإن كان أنا شايف أنها يعني جاوزت نطاق اختصاصها، لأن أنا قريت في اختصاصات محكمة العدل الأوروبية لم أجد فيها أنها تختص بمثل هذه المنازعات أو منازعات الأفراد، إنما كلها حاجات
خاصة بالاتفاقيات الدولية وتوحيد القوانين بين دول الاتحاد. طب ده مرة تانية اسف انا بقطعك. ده ممكن يدينا انطباع او امل انه ممكن محكمة النقد تاخد الحكم ده؟ ايوه انا ارى ان المحكمة، هو لسه محكمة الاستئناف البلجيكية لم تفصل في النزاع. يعني انا بعتبر ان ما قررته محكمة العدل الاوروبية يوم الثلاثاء الماضي هو مجرد توصية. مش عايز اسميه برضو حكم، قرار او حكم. مش عايز هو قرار. هو قرار وليس حكم، وفي فرق كبير قوي قانوني بين الحكم وبين القرار. فعشان كده انا بقول انه هذا القرار مش ملزم، لان هي محكمه الاستئناف البلجيكيه لما استطلعت الامر استطلعت راي محكمه العدل الاوروبيه للاستيضاح. وكلمه الاستيضاح دي يبقى ما سيصدر عن محكمه العدل في هذا الشان هو قرار أو مجرد توصية. نتوقع فصول أخرى من القصة. ولذلك أنا قلت في البداية إن إحنا قرينا القرار بصورة غير دقيقة، لكن بأي ما كان الأمر لا هو هيؤثر على حقوق الأقلية المسلمة ومنغصات في العمل وفي التنقل وفي التجمعات وفي إقامة شعائرهم كل حاجة. طب الجاليات المسلمة في أوروبا، ما أعرفش برضو صح المعلومة دي، من الجاليات المنظمة داخل اوروبا مش كده برضو؟ صحيح. هل تعتقد انه ممكن كل يوم رد فعل معين بشكل منظم طالما هيكون ليه التاثير السلبي ده؟ ما حركه ابتسامت ليه؟ ما يعني لهم رد فعل منظم يعني ما انا اخشى ان يكون رد ان يكون رد ان يسيء رد يجي الفعل يجي من اطراف ثانيه. يجي من اطراف ثانيه وتلبسنا كما هي العاده. وده اللي دايما احنا تخوفك في محله. تيجي من اطراف ثانيه او من اليمين المتطرف، وزي برضو يعني انا يعني اشار استاذنا لهجمات الاستاذ ممدوح طبعا لهجمات 2001 بتاع برج التجاره. يعني انا يعني اجزم أن الإسلام والمسلمون براء من هذه الهجمات. لا يمكن أن يتم يعني اقتحام أمري. أين الدفاعات الجوية ويروح البنتاجون إيه ده؟ لا وهبوط الطيارة على مستوى مبنى البنتاجون كمان. يعني ده احنا بقى مش في دفاع جوي بتاع امريكا. انا كنت يعني انا جنت دفاع جوي صحيح، ما خدمتش كتير وكنت يعني بغيب كتير في الجيش فتره التجنيد. خلاص بقى ده كان سر، انت بتمشي بسرك ليه دلوقتي؟ انما يعني اتعلمنا شويه في الدفاع الجوي. لا هو دي تبقى دفاعات جويه بتاع اقوى دوله يتم هذا الاختراق للعاصمه وللبنتاجون وزاره الدفاع؟ لا 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 يمكن. عايز تقول ان الامر مرتب للنايب من المسلمين؟ الامر مرتب. ايوه هنا عايزين نضرب افغانستان فيها اسامه بن لادن، عايزين نضرب السودان فيها كذا، عايزين نضرب ليبيا النهارده فيها كذا. فاخشى من رده الفعل ان تقوم بها جماعات اليمين المتطرف في اوروبا وتلبس. انت حضرتك انا بتشير لمساله جد خطيره انا هقوله وحضرتك صححني. اتفضل. عايز تقول ان الامر كده ويبدو وكانه مرتب في سياق امور يتم الاعداد ليها، ان يصدر هذا الحكم فيثار ما بين قوسين هذه الجماعات الاسلام المتشدد او المتأسمين، فيكون في رد فعل عنيف منهم، فده يكون مبرر لحاجات تانية بيتم الاعداد ليها. واعتقد ان الاحاله او استطلاع راي محكمه العدل الاوروبيه وليس المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان، مش عايز يعني كتير بيقولوا بلاش تتكلموا كتير عن نظرية المؤامرة، إنما لا هي فيها جوانب كتير. يعني ده مجرد طعم وجهة نظرك. قد يكون ذلك. يعني هل المحكمة البلجيكية، محكمة الاستئناف البلجيكية ما أدركتش؟ أنا يعني مش عايز أقول إن أنا توسعت قوي في قراءة اختصاصات محكمة العدل الأوروبية، لكني أجزم أن هذا ليس من اختصاصها. محكمة الاستئناف البلجيكية مش عارفة إن هذا الأمر خارج عن نطاق اختصاص محكمة العدل، فتقوم تحيله، ما تحيله للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما أن أمر الموظفة سميرة شبيتة متعلق بحقوق الإنسان، حقه في الزي واللبس هي من حقوق الإنسان اللي أقرتها كل الدساتير الأوروبية وكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية كلها تكلمت. والدساتير الأوروبية جميعها تفصل بين الدين والدولة. فأخشى أن يكون هذا الأمر مرتب
لتجهيز حاجه برضو مش عايز اطلع من او الناس ما تتهمنيش بنظريه المؤامره، لا نظريه المؤامره لها خلفيه ولها لها صدى يعني. ولا قدر الله لو حصل حاجه هيبقى ليك السبق ان انت التفت للمساله دي يعني. مش هو مش سبق، لكن انا قلت لحضرتك ان هجمات ايلول 2001 لا يمكن ان تكون ان يكون وراءها مسلمين ولا وراءها بن لادن زي ما احنا مصدقين لغايه دلوقتي وبيحاكموا ناس عليه، لا ده من تدبير اليمين المتطرف بالتعاون مع سي اي اي. تحليلك مش جاي من فراغ يعني، او توقعك مش جاي من فراغ. لكن برضو يعني بشكل محدد فيما يتعلق بردة فعل المسلمين، خلينا نتكلم بالشكل المنظم. هل تعتقد ممكن يكون الجاليات المسلمه بيدها او بايديهم اوراق وسائل ضغط اوراق مال الضغط او التحرك؟ مفيش، لا اعتقد اكثر من مجرد التظاهر مثلا. التظاهر واللي لن ينتج عنه شيء، واخشى ما اخشى زي ما قلت ان يتم استغلال ردة الفعل في ارتكاب افعال تزيد من قصة تانية لا نتمناها. تزيد من تجديد الاجراءات على المسلمين المقيمين في اوروبا، وساعتها اقول يعني ما اقول يبقى عندهم حق. فده الخوف، كل الخوف ان احنا ردة الفعل تكون قاسية وبتدبيرات من جهات برضو اللي احنا مش قادرين نعرفها دلوقتي، اللهو الخافي اللي بيطلع يرتب للحاجات دي، فتبقى المصيبة أعظم. تمام. أستاذ ممدوح، في سياق تحليلك حول يعني إذا كان لدى العقل الأوروبي أو الغربي مبرر ما يعني هذه المرحلة من التحفظ ضد الإسلام والمسلمين، حضرتك اديتنا وجهتين نظر يعني، قلت انه في بشكل من اشكال استهداف الاسلام، لكن في نهايه تحليلك يعني التمست العذر بشكل او باخر. قسمت الفئات، لا انا ما التمستش، انا قسمت الفئات، قلت ان في فئات معذوره اللي هو المواطن العادي، لكن في فئات موقفها لا يمكن الا ان يكون استهداف الاسلام. طب يعني بشكل ضمني حملت الجانب الاخر اللي هو المسلمين او الاسلام مسؤوليه ايضاح الصوره بشكل اكثر ايجابا. بسالك بشكل واضح وبشكل مباشر، هل في حلقه مفقوده على المسلمين أو حلقة غامضة أو أمور غامضة على المسلمين تحمل تبعات إيضاحها للغرب أو للعقلية الأوروبية، إنه مسألة الحجاب ليست مسألة ترفيهية أو زي كده ترفيهي، لكنها في صلب الدين؟ نعم. يعني تختلف عن أي عن أي ملبس ديني آخر أو رمز ديني آخر يعني. نعم. يعني في تقديري إنه في مجموعة من القضايا يجب أن تكون أكثر وضوحاً في ذهن من يتوجه بالخطاب إلى الغرب أو من يباشر التفاهم مع مؤسسات غربية في الموضوع. أول هذه الأشياء أنه لدى الغرب تصورات إزاء الدين وإزاء المسلمين هي حاكمة لوجهة النظر الغربية والمنطوق الغربي. يعني مثلا خد مثال الرسوم المسيئة لما انتشرت في الدنمارك، وبعض الجهات الرسمية قبل حتى الغضب الواسع ده تواصلت مع جهات رسمية هناك ومنها مؤسسات دينية في المشرق، قال لهم يعني يا جماعة هذا نبي ووضعه عندنا كمقدس وكده. كانوا ردهم غريب جدا، يشير الى فكره سوء الفهم او الفجوه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. قال لهم على فكره احنا بنعمل كده في المسيح، وكان هذا يسعدنا. يا فكره انه ده عادي، ده اي مقدسات تعمل فيها كده. هو اصلا يريد ان يرغمك على انه في الفضاء العام لا مكان لمقدسات لا لدينك ولا دين غيرك. فهذه مساله حتى الان لم نستطع ان نصل فيها الى حل مرضي للطرفين، بدليل انها تكررت لاحقا في شارلي ابدو. هذه واحده. الثانية أنه غير صحيح ولا دقيق أنه السياسة تقوم على المنافع فقط والمصالح. السياسة في صلبها القناعات والعقائد، ومن يصدرون هذا الخطاب للناس يخدعون الناس في الحقيقة، لأنه بيفاجأ بمواقف في العلاقات الدولية لا يفسرها إلا أنه طرف من الطرفين أو كلا الطرفين يدافع عن قناعات ومستعد أن يخسر مصالحه لأجلها. أنت حضرتك مشكورا في حلقات سابقة قلت أنه الدين حاكم في العلاقات الدولية طبعا. خاصة في العقلية الغربية والأوروبية. نعم. حتى لو كان هذا الدين هو الإلحاد، ما هو الإلحاد موقف غيبي، موقف عقائدي. وبالتالي جزء من التحليل يذهب بالناس بعيدا عن الحقيقة لما يقول والله ده المصالح، وهم بيقعدوا يعدوا كم برميل نفط وبيعدوا كم دولار هيدخل جيبهم ومش معنيين بده. مش صحيح. أوروبا عندها مشكلة تدرك في العلوم الإنسانية مش في الخطاب السياسي. الأوروبيين اختاروا نمط حياة، نمط الحياة هذا أدى إلى ظاهرة بدت في وقتها قليلة التأثير، الآن تأثيرها في أوروبا أشد من الرعب. تعرف يوسف كرم مؤرخ الفلسفة اليونانية العريق لما لخص تاريخ الفلسفة اليونانية في مقدمة الكتاب قال فكرة مدهشة، قال إنه اللي خرجت بيه من الدراسة دي إنه منطق المذهب أقوى من مقاصد صاحب المذهب. يعني إيه؟ يعني في منطق داخلي للظواهر ما تكتشفوش إلا بعد زمن
وهو أقوى من مقاصدك. الناس اللي راحت قالت مثلا هنجيب من الشيوعية العدالة الاجتماعية بس، قالت بهم الأمور في النهاية إلى أنه لازم يؤمن بالأصل المادي للكون، لأنه ده يلزم عن ده. ده يعني وضعه إيه في اللي احنا بنحكي عليه؟ نمط الحياة الأوروبي أدى إلى أنه الناس تغرق في اللذة، فبدأ يحصل عزوف عن الزواج، وبعد العزوف عن الزواج النسبة التي تتزوج تعزف عن الإنجاب. فبدأت شيخوخة أوروبا، تشيخ أوروبا، شيخوخة أوروبا أدت لإيه؟ إنهم محتاجين عمالة من الخارج تملى قاعدة الهرم الصناعي. فتحوا الباب للأتراك والمغاربة والعرب وغيره، راحوا. لما راحوا اكتشفوا متوالية في العلوم الإنسانية لم تكتشف إلا متأخرا، كانوا بيسموهم العمال الضيوف، على أساس إن هم هيمشوا ما مشيوش هيفضلوا عمال، ما فضلوش عمال. اكتشفوا متوالية بيسموها متوالية الجيل الثالث. أصبحوا الجيل الأول مش بس كده، الجيل الأول يجمع بين الثقافتين، الجيل الثاني يغرق في ثقافة البلد المضيف، الجيل الثالث يستعيد ثقافة البلد الأصلي. ده قانون متوالية اكتشفوها في العلوم الاجتماعية ما كانش حد يعرفها. إنه غالبا الجيل الثالث من المهاجرين بيحن لأصوله الأولى، ويبدأ في تأكيد أصوله أكتر من تأكيد هويته الجديدة، وانتمائه لأصوله بيكون مهيمن على البلد اللي بيعيش فيها. مش بس كده، بيكون حاز تعليم ومنصب أفضل من أبوه. اللي هو لما جه كان عمل في مصنع، كان في قاعدة الهرم صاحب قرار، اكتشفوا في أوروبا إنه بس ده قانون يا أستاذ ممدوح، دي متوالية اكتشفت في العلوم الإنسانية من أقل من 20 سنة لما يعني بدأوا يعملوا. لازم ده يحصل يعني في الأقليات القادمة من بلدان وبتتوطن في بلدان جديدة، الجيل الأول يتصرف بمنطق الجسر، بيفضل بين الثقافتين، الجيل الثاني بيذوب، الجيل الثاني عشان يأكد ذاته بيغرق في الثقافة المضيفة، الجيل الثالث بيحن للماضي، يستعيد ثقافته للأصول. في بقى مفارقة ثالثة خطيرة جدا، إنه معدل الإنجاب بين الثقافتين مختلف. 1993 نص مواليد ألمانيا كانوا أتراك، فدي مسبب لهم رعب. برنارد لويس عمل دراسة من كام سنة بيقول لك 2050 المسلمين 50% من أوروبا. طب سؤال على الهامش ولانه مش وقته، يعني كده مسابة الأوروبا على المحك؟ صحيح، ده حقيقي يعني، مش مجرد انا لا اريد الخروج بالحلقه عن انا هقول لك، بس انا يعني قلت عن الهامش يعني. انا كتبت حوالي 14 سنه مقاله راي في البيان الاماراتيه، في معظمها كنت بكتب علاقات دوليه. اوروبا تتحطم، الاله الصناعيه ما زالت قويه، بس الصيغه الاجتماعيه التي يمكن ان تستمر بهذه القاره ناجحه وقويه انتهت. القاطره الفرنسيه الالمانيه بتقود الاتحاد الاوروبي وقادره على الاستمرار لفتره ليست بالقصيره، لكن في المستقبل اوروبا ينتظرها مصير مروع. الشيخوخة في أوروبا وصلت إلى النمو بالسالب، يعني الدولة يبقى السنة دي عددها 70 مليون، السنة الجاية يبقى 69، يبقى 68، والنسبة الأكبر ممن ينجبون اللي من أصول مشرقية مش أصول أوروبية. وبالتالي بيروح المصنع يلاقي عاملة مسلمة لابسة حجاب، أو حتى باين من ملامحها أنها مسلمة من الأصول مشرقية يعني، يروح المطعم، يروح وراحوا بقى من قاعدة الهرم الوظيفي لقمته، حصلوا على تعليم جيد لأن أبائهم كانوا حريصين على ده، بنفسه على الوظائف الكبيره. بين قوسين العنوان ده مهم جدا جدا لازم والفرق بين بوتقه السهر يعني الامريكيه اللي استوعبت اوباما رئيس ورحبت بيه، وبين اوروبا اللي مش مستوعبه. كنت عايز اسالك وطور الفكره، بس قلت هنطلع بره الموضوع عن امريكا. خلينا في موضوع الهويه المغلقه في اوروبا التي لا تستوعب الاخرين، وشوفها في التقارير الاخباريه طالعه عن الموضوع. اوروبيين كتير بيبسطوا الموضوع على نفسهم جدا، هي بساطه قاتله بس هي حقيقه. يقول لك جم عندنا يعيشوا زينا، البوركيني المايو اللي سموه شرعي ده وعملوا المشكله. انا شفت على فرانس بانكاتر مواطنه فرنسيه عاديه بتقول عايشين في وسطنا يعيشوا زينا، وكانه شارات الهويه اللي هي بقى بيتكلموا عنها عن الحجاب، محدش عندهم قناعه فيهم انه ده فرض شرعي وانه واجب. يقول لك دي رمز هويه، لا هو مش رمز هويه، تمام، هذا فرض شرعي ويجب الالتزام به داخل المنزل وخارج المنزل. يعني هنا عايز اضيف على كلام هنا يبرز بقى دور رجال الدين الاسلامي. نعم، يعني دي شيء مهم قوي جدا طبعا. رجال الدين الاسلامي عليهم عبء ودور خطير جدا، يبينوا لهذه المجتمعات ان الحجاب ليس رمز ديني او ليس مظهر في الدين الاسلامي، فرض شرعي وليس انما هو. البعض بيرى انه خطابهم خطاب تقليد يا استاذ المستشار، يعني محتاج ان هو يطور نفسه. يعني يا استاذ احمد عفوا، مع كامل التقدير لكل من ينتقد الخطاب الديني، الاحكام الشرعيه مش جزء من الخطاب الديني. الاحكام الشرعيه طبعاً لها مصداقيتها الشرعيه من منطوقها. طيب معلش انا اسف نقطعك، اتفضل يا فندم. اتفضل. فعايز بقى دور رجال الدين ولا سيما مؤسسه طبعاً زي مؤسسه الازهر وشيخ الجليل الدكتور احمد الطيب
هذا دور ودور له كبير له أو في العالم الإسلامي في العالم أو في العالم الإسلامي كله. وفي العالم الأوروبي وفي كله، لأنه راجل معتدل ويعني طبعا لا نزكيه على الله سبحانه وتعالى ولا على أحد، إنما لا دوره ودور رجال الأزهر يبرز هنا. طب بالمناسبة أنا أسف برضو أنا بقطعك، في زيارة مرتقبة للبابا الفاتيكان للأزهر في إبريل. ايوه ده ممكن ده يصب في نفس السياق. أيوة وعلى الازهر ان يستغل هذه الزياره لتبيان برضو. انت يعني هو للاسف احنا شويه يمكن مش عايز الوم المسلمين، انما المرجعيه عندنا ضعيفه شويه. الديانات الاخرى المرجعيات فيها لها دور ودور فاعل جدا، بمعنى ان البابا او هنا في مصر أو في البابا في الفاتيكان يستطيع أن يحركهم بكلمة واحدة ويؤثر تأثير جوهري. إحنا عندنا شوية يعني ناخد الكلام بتاع إمامنا الأكبر يعني ما نلتفتش قوي. مع كامل احترامنا لكل الأديان، بس ربما الخصوصية المسيحية وفيها الكهنوت هنا المسألة مختلفة شوية عن المسيحية. ما هو ده اللي أنا بقول بقى، تستغل هذه الزيارة أو إحنا نطلع لبرا نوضح إن الحجاب يا جماعة ليس زيا إسلاميا ولا مظهرا إسلاميا، ده هو فرض في الدين الإسلامي أو عبادة في الدين، ودي في صحيح الدين نبين هذا. عفوا مش عايز أدخل بقى في يعني قد يكون مثلا ما أغلب الأوروبيين وبنشوف في مناسبات كتيرة بيرتدوا الصليب والصليب بصورة، قد يكون الصليب مدي هذا الرمز، ليس يعني ما اعرفش مش عايز اقول ليس له بعد شعائري او طقوس، ليس به ايوه زي ما تفضل ليس لا يتعبد به، لا يتعبد به زي الحجاب. انما الكل لابس. هي دي النقطه دي، هي الجمله اللي حضرتك قلتها. هل قرار محكمه العدل الاوروبيه هيمنع على هيمنع الاوروبيين؟ خليني اذا ليا انا سمعت في اسباب القرار انه يمنع ارتداء الصليب الكبير او تعليق صليب مثلا في وسيله حضرتك لخص الموضوع يا سياده المستشار، سواء كان صليب كبير او صليب صغير. أيوة. مع كامل احترامنا لكل الاديان ده مش في صلب لا يتعبد به. أيوة. في حين ان الحجاب مساله اخرى. انه في صلب عقيده وحكم شرعي. ما انا مش عايز ادخل برضو اقول الحجاب فريضة انا كنت لسه عايز اقول مش بتاعتنا يعني مش بتاعتي انا شخصيا. أنا كنت جايز الاستاذ انا كنت لسه عايز اسال حضرتك برضو في النقطه دي. انا مش عايز احنا حتى كمسلمين بتجد برضو يعني اقاويل بين الحين والاخر، حد يقول لك ما هو مش فرض يعني كتير. احنا حتى المساله دي برضو ما حسمناهاش بيننا وبين نفسنا. لا لا هي محسومه، هي محسومه، لكن في اراء بتطلع حتى من العامه. المرد الحكم الشرعي الى منطوقه والى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته، ده بيحل الموضوع خالص. واذكر انه احد اساتذه الازهر قال لي مره ملاحظه حقيقه، يعني ملاحظه شخص ذكي جدا، قال الحوار حوالين الحجاب ده كله مفروض ما يكونش مرده الاحكام الشرعيه، مفروض يكون مرده كتب السيره بتوصف زي الصحابيات ازاي. كيف استجابوا لهذا الامر لله؟ ما هو ممكن اقول لك انه ما انا هقول لك اهو بقى الرسول اقره. بص سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مصد كبير ومهم. هو ممكن يقول لك أقره لكن مش ألزمنا بيه. أنا ألزمهم بيه طبعا. هو إيه العلماء عليه الصلاة والسلام بعد مرحلة لاحقة من عصر الصحابة والتابعين جردوا، يعني إيه يعني خرجوا من أشكال الزي اللي ممكن تكون تتابعت وتغيرت، لأن المسلمين بعد فترة احتكوا بحضارات أخرى بأنهم يعرفوا تعريف جامع مانع للحجاب، فقالوا لا يصف ولا يشف ولا يكون ثوب شهرة، يستر سائر البدن خلاص. يعني لا يكون ثوب شهرة، يعني ما يكونش ثوب غريب لدرجة انه ملفت للنظر، ان واحدة تكون بتعلن عن انوثتها وهي محجبة. ده يخرجه من دائرة المعنى الشرعي للحجاب. وبالتالي مش كل حد هيسمي نفسه مجدد او صاحب وجهة نظر في الثقافة الإسلامية يجوز ان يؤخذ منه هذا الكلام. والحقيقة انا اثني على كلام سيادة المستشار على موضوع المرجعيات، ليس لدينا مرجعية دينية بالمعنى الكهنوتي الذي تعرفه المسيحية، لكن يجب ان يتم التعامل باحترام شديد مع المؤسسات التي تعبر عن الرأي الدين الصحيح في العالم الإسلامي. صحيح. الاتحاد السوفيتي استمر 70 سنة وحاول ان يقتلع المسيحية من 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 روسيا بكل السبل. بعد 70 سنة من زوال من حكم الاتحاد السوفيتي، الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا الآن تنازع بوتين نفوذه وهي جزء من النظام السياسي. صحيح. ولا يجرؤ حد يقول انه تخرج بره المشهد. ما أريد أن أشير إليه في الحقيقة لأنه كلام حضرتك وكلام سيادة المستشار مس قضية في منتهى الأهمية، وهي أيضا يتوقف أمامها البعض قليلا بالتحليل. بابا الفاتيكان جاي ونحن نريد أن نصل إلى شيء من الاستفادة من هذه الزيارة.
في أوروبا الآن ما يشبه التحالف الوليد الصغير لسه بيكبر بين المسلمين والمسيحيين واليهود حول القيم الدينية العامة، وأنا رأيي إنه إيجابي جدا. المجلس المركزي ليهود ألمانيا لما صدر الحكم الخاص بفريشتا لودن وهجم المسلمين بسببه تضامنوا مع المسلمين. بعض المرجعيات الدينية المسيحية الأوروبية لما صدر القرار الخاص بالرموز الدينية في فرنسا تضامنوا مع المسلمين، ولما شمل الصليب مسلمين تعاطفوا معه. هذا المعنى مهم، أنه أتباع الأديان السماوية في أوروبا يشعرون بأن التدين أصبح هدف لعمليات تحامل ربما تصل إلى حد الاضطهاد، فبيتضمنوا مع بعض في ده كقيمة إنسانية عليا يجب استثمارها في تقديري. والفاتيكان في جملة أخيرة خاض معركة في 2003 لما كانت مسودة الدستور الأوروبي بتناقش، لأنه ديستان الرئيس الفرنسي السابق كان صاحب المسودة ورفض أن يذكر لفظ الجلالة حتى في الديباجة، فتدخل الفاتيكان وقال انه ده تنقل. طب فضيله الامام الاكبر من حق ان يطرح موضوع الحجاب او هذا الحكم او هذا القرار يطرحه على مدى الحوار مع انا بقول لحضرتك اهو انا لن احضر اللقاء ولا اعرف من يرتب، يقينا انه قضيه الحجاب اصبحت من القضايا العالميه في العلاقات الدوليه كبر حجمها جدا، وهم للاسف الشديد كان الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله وقد افضى الى ما قدم واصبح بين يدي ربي بيتعامل مع الامور بقدر اقل من المعرفه، لانه هو كان الحقيقه تقديري يعني انه دكتور احمد الطيب اكثر معرفه بالثقافه الغربيه بحكم رسالته الاكاديميه ودراسته للفكر، هو رجل جاي قادم من دراسه علم الكلام، وبالتالي قدرته على معرفه الانساق الفكريه اكبر بكثير من الدكتور طنطاوي الله يرحمه. لما كانوا بيصدروا قانون الحجاب في فرنسا بعتوا وزير داخليه فرنسا هنا حتى يطفوا على الموضوع شيء من المشروعيه في العالم الاسلامي، انه والله رحنا قابلنا الازهر وبعدين طلعنا القانون. انا اظن انه الان الوعي بمقال ودلاله هذه الامور اكبر، والفاتيكان لديها رغبة في التعاطف مع المسلمين لأن بعض القضايا التي تمسهم تحتاج لتعاطف المسلمين. أشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي على كل خير. معذرة لا الوقت انتهى، المخرج البيس بيقول له الوقت بيلح على الختام. سيادة المستشار حسني عطية المحامي من النقد شكرا جزيلا لحضرتك، شاكرين لكم ساعة صدركم وتحملنا. لا بنسعد بيك دائما سيادة المستشار. خلص شكر للأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والباحث مدير مركز المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق، شكرا جزيلا لك. شكر موصول دائما لحضراتكم، غدا إن شاء الله حلقة جديدة معكم مع الناس، إلى اللقاء.